4 هذه هي ثاني هذه الكليات النوم اللي موجوده في الجسم البروتون جي والتيومر سبريسور جي والابوتوزس بيو جي والدي ان اي ريفرسس دي ودي كلها الجينيتيك ثيوري اوف دي بيس. فبالتالي يستدعي مننا ان احنا نتكلم باختصار كذا الجينات. فمحتاجين نعرف اول حاجه هي الكارسينوجين. ايه الكارسينوجين اللي هي بتسبب هذا الدي ان اي دامج؟ الكارسينوجين اكتبوا عليها كاتيجوري ايه؟ بتيجي سؤال في الامتحان لكل واحد من الكارسينوجين اتليست تحفظوا 4 اكزامبل. الكارسينوجين ليس مادة مسرطنة كما يعتقد بعض الناس. الكارسينوجين هي مادة بتعمل الريفرس في الدي ان اي دامج. الكارسينوجين اول مجموعة منها بيسموها كيميكال كارسينوجين. يعني لو حد فيكم ناوي يشتغل بعد كده يو اس ام اي على الكيميكال كارسينوجين التارجت بتاعها دايما بيبقى البروتو اونكولوجي. وبتشتغل عن طريق بوينت ميوتيشن بره من درس الباثولوجي موليكولر. هم احسن مننا؟ لا مش احسن مننا. الموليكولر ليس الهدف منه تخريج طبيب وانما الهدف منه تخريج ريسيرشر. ريسيرشر باحث واحنا مش عاوزين باحثين بلد. الباحثين يقوموا بيها اساتذه الجامعه مشكله. وعشان كده اي معيد عندنا في بامبرز الفارس بتاعه هو موليكولر باثولوجي. ولكن احنا عاوزين اطباء، فاحنا بنديكوا سيرجيكال باثولوجي وليس موليكولر. الكيميكال كارسينوجين عائلات كتيره قوي، 7 منهم بيبداوا بحرف الجيم. بس قبل ما اقول الكيميكال كارسينوجين من اشهر العلماء اللي اتكلموا عن الكارسينوجين كان واحد اسمه اللي هو بيشتغل معاه في البتاع دوت روبنز. روبنز وكان له كتاب اسمه كارسينوجين. كان بيقول في مقدمه هذا الكتاب معلومات واحسن حاجه في التكست بوك بلاش في التكست بوك المقدمه اللي ما حدش بيقراها. في هذه المقدمه كان بيقول روبنز انا مش بتعجب ان في انسان بيجيله سرطان. انا بتعجب ان في انسان ما يجيلوش سرطان. وي ار سكوينج ذا نوشن اوف كارسينوجين. احنا بنسبح في محيط من الكارسينوجين. في مكان مدخل الانسان وهناك كارسينوجين. فملخص كتابه قبل ما يشرح كان حدود 800 ورقه. كان بيقول انا بتعجب ليه الانسان ما يجيلوش سرطان مش يجيله سرطان. لان احنا بنتعرض احنا نسبح في عشر الكارسينوجين. وكان ملخص الكتاب ده ان ليس حمايه الانسان من السرطان ان احنا نحميه من التعرض للكارسينوجين. لان صعب جدا انك تمنع الانسان ان يتعرض لكارسينوجين. مفهوم اللي انا بقوله؟ ده كان ملخص الكتاب. وهثبت لكم بالدليل القاطع دلوقتي على مستواكم على مستوى بركات. الكيميكال كارسينوجين الاكزامبل عليها اشهر كيميكال كارسينوجين حاجه بيسموها الاروماتيك هيدروكاربون او البوليسايكليك هيدروكاربون. اروماتيك بحرف الاي. اشهر اروماتيك هيدروكاربون هو ماده اسمها 3-4 بنزو بايرين. ال 3-4 بنزو بايرين دي موجوده في اي حريق لماده عضويه. فهي موجوده في دخان السجاير. حد شايف فيكم الشاور اللي الواد بيشربه ده دي؟ فبالتالي لو ال 3-4 بنزو بايرين بتعمل لنا كانسر لانج. خلاص مش هنشرب سجاير. مش هو دي الحاجه اللي بتعمل يعني سرطان الرئه؟ طيب اللي انتوا ما تعرفوش ان ال 3-4 بنزو بايرين موجود في السموكت ميت اند سموكت فيش. فبتعمل لنا كانسر ستومك. خلاص ما نشرب سجاير ولا ناكل لحوم مشويه او مدخنه. اللي ما يعرفش عارفين طعم الشواء؟ طعم الشواء هو السبب بتاعه هو الماده اللي اسمها 3-4 بنزو بايرين. مفيش مشكله مش هنشرب سجاير ولا ناكل لحمه مشويه ولا لحوم مدخنه بما فيها الرنجه. اوكي. لقوا ان في مواد ثانيه اسمها الازولايت. الازولايت دي زي ماده اسمها النفتالامين
هذه المادة بيستخدموها في دباغة الجلود الصناعية أو الطبيعية. خلاص مش هنشرب سجاير ولا ناكل لحمة مشوية ولا نلبس جلود ولا نقعد على جلود. أوكي، في مادة تالتة اسمها نيتريت، نيتروزامين. دي بتطلع بكتيريا موجودة اوريدي في معدتنا. هنعمل إيه بقى؟ أي حاجة هناكلها هيطلع نيتروزامين وتعمل جاستريك كارسينوما. بلاش بلاش، مش هناكل خالص. حضراتكم في مواد بيسموها الارتفيشال كالر اللي هي زي برضه الازودايد، المواد اللي بتتحط على السناكس، بتتحط على أكل الأطفال اللي هو الجيلي والكلام ده، زي مادة اسمها سكارلت ريد الأحمر القرمزي أو الباتر يلو اللون الأصفر. خلاص مش هنشرب سجاير ولا ناكل لحوم ولا نلبس جلد ولا ناخد اي سناكس. اوكي، في مواد حاجه اسمها الانشيتنج ايجنت زي دي اللي موجوده في الماستر جاز، بتعمل نيزو فارينجال كارسينوما وبتعمل لارينجال كارسينوما وبتعمل كانسر سكين. الماستر جاز هو غاز الخردل، وده بيستخدم كسلاح بيولوجي او سلاح الغازات السامه في الحروب. اول ما نستخدمها كانوا الالمان، ولكن بينتج في بعض الصناعات الناس اللي بتشتغل في بعض المصانع زي مصانع الخل وزي مصانع المسطره والمصانع اللي هي بتنتج اي مقبلات الاكل بينتج منها كميه مصدر جاز. خلاص مش هناكل لحوم مدخنه ولا نشرب سجاير ولا نلبس جلد ولا نسكن في جنب المصانع دي ولا ناكل مصدر المصدر ده ولا نقعد جنبيهم على المسافه ولا ناكل خالص. ايه رايكم نشم هوا؟ حضراتكم البوليسايكليك هيدروكربون بتنتج من عوادم السيارات، نشم هوا كمان؟ بلاش بلاش. ناكل عيش، عيش حلو. في فلتر اسمه الافلاتوكسين، انا قلت الفا. في فلتر اسمه اسبرجيلا سليبس بيطلع توكسين اسمه افلاتوكسين. الدول العرب امريكا بدل ما بترمي القمح والغلال في البحر بتشحها كله، وهم ما بيعرفوش ازاي يشحنوا، فبيروحوا مخزنين هذه الحبوب في هيوميد اريا اللي هي بلادهم، فبالتالي بينتج عليها هذا الفنجس اسبرجيلا سليبس اللي بيطلع افلاتوكسين، وده بيعمل هيباتوسيلر كارسينوما. مش هناكل عيش كمان، ده نهار اسود. اوكي، في عندكم حضراتكم مواد ثانيه زي الفينايل كلورايد. الفينايل كلورايد كان بيستخدم عشان يرسم لنا البيلاري تراكت، مش هيتعالج كمان. بص قدرت اوصل لكم المعلومه، كل حاجه حوالينا اركبسيتك، فهل يمكن الحمايه من السرطان بمنع الاكسبوجر تو كارسينوجين؟ مستحيل. خلق الانسان في كارسينوجين، فبالتالي ليست الحمايه من السرطان ان احنا نتجنب التعرض للكارسينوجين. مفيش حته في العالم ما فيهاش كارسينوجين. وصل لنا وراكم الافلاتوكسين موجود عندنا في النيل واي بلد فيها انهار، لأنه مش بينتج بس من هذه الغلال. نورمالي في نبات بينمو على الأنهار بالذات في نهر النيل وكل الأنهار في العالم. النبات ده بنسميه في مصر ورد النيل أو بيسموه بشاميل النيل. ده اللي بيسد المجاري المائية. شفتوه ده؟ بيطلع على الترع وبيطلع على الأنهار. فبتيجي الحكومة كل سنة تروح شايلاه وحطاه على الريفر بانك، حطاه على الضفة. فيجي عليه الفنجس ويطلع عبدة توكسين وينزل المية. وعشان كده لن تتعجب لو طلع واحد وخد جايزه نوبل ولا عرفت اكزاكتلي جيولوجي اوف الباكسيلر كارسينوم از افلاتوكسين. الافلاتوكسين في دلائل ان هو اكزاكتلي جيولوجي اوف الباكسيلر كارسينوم، لان حضراتكم الافلاتوكسين ده موجود اشهر دولتين في العالم فيهم الباكسيلر كارسينوما. مين؟ مصر وفيتنام. وما العامل المشترك بينهم؟ النهر، الانهار، لان هم فيهم من اطول الانهار في العالم وبيشربوا ميه هذه الانهار which is very rich in aflatoxin. 7000 كيميكال كارسينوجين.
انا اديت لي بعض الاكزامبل عليها، ولكن تو سمرايز، هل الكيميكال كارسينوجين الانسان يقدر يمنع السرطان بعدم التعرض للكيميكال كارسينوجين؟ نو. فصدق روبنز حينما قال انا مش بتعجب ان الانسان ليه يجيله سرطان، انا بتعجب ان له ما يجيلوش سرطان. We are swimming an ocean of carcinogen and we cannot prevent this exposure. ايه حاجه؟ كل دي كيميكال كارسينوجين. طب ايه كمان؟ المجموعه الثانيه من الكارسينوجين حاجه يا دكاتره اسمها فيزيكال كارسينوجين. اشهر فيزيكال كارسينوجين لا تتعجبوا منه هو الصنرين. ودي من احد الدلائل الانسان لم يخلق على الارض. لان هو الكائن الحي الوحيد اللي يؤذى بالسان ريز. بقيه الكائنات الحيه ما يظهرش بيهم امراض بسبب التعرض للشمس خالص، لكن البني ادم يؤذى بيها، فبالتالي هو خلق في منطقه ما فيهاش شمس. حضراتكم اول فيزيكال كارسينوجين فروم في السان ريز اكسبوجر. حضراتكم عندكم اكزامبل على التعرض لاشعه الشمس يعمل لنا سرطانات؟ خدناها. التعرض لاشعه الشمس بيعمل كل سرطانات الجلد. سرطانات الجلد زي مين؟ اسهل حاجه بيزل سيل كارسينوم، يليها سكويمس سيل كارسينوم، يليها ميلانوم. بالفيزيكال كارسينوجين كمان الراديشن او الراديو اكتف سبستنس. التعرض للاشعاع، هو الاشعاع ده ممكن يبقى حاجه ناتشرال، حاجه طبيعيه؟ طبعا حاجه طبيعيه. الناس كلها الإشعاع موجود منذ خليقة الإنسان، لأن في مواد مشعة في الطبيعة، ومعظم المواد المشعة في الطبيعة موجودة فين؟ في الجبال، لأن الجبال بتحتوي على راديو أكتيف سبستنس. وده كان واحد مجنون، مش مجنون، هو اتعملت دراسة عليها، بس الدراسة دي كانت نتائجها صادمة. كانوا بيقولوا إن كل الديانات السماوية مفيش نبي من الأنبياء عليهم السلام إلا ما كان له علاقة بجبل، صح ولا أنا غلطان؟ تعرفوا النبي ملوش علاقة بجبل؟ تعرفوا؟ مفيش نبي ملوش علاقة بجبل. واحد سيدنا عيسى اتولد فين؟ في الغار. عارفين الغار؟ الغار ده جوه جبل. سيدنا محمد كان بيتعبد فين؟ الغار في جبل. سيدنا موسى سبحان الله. سيدنا نوح رسى على الجبل، كان الجبل. فالراجل ده المهم الراديو اكتيف سبستنس موجوده في الجبال، فالانسان بيتعرضه للجبال. كانت احد هذه الدراسات بتقول لك الراديو اكتيف سبستنس بتشتغل على البرين على حاجه اسمها ريليجن سنتر، هم سموه كده. الكلام ده في 2006. ولو الانسان اتعرض للراديشن بيستيميليت عنده سنتر اسمه ريليجن سنتر. هذا الريليجن سنتر يخليه يحس ان في قوه عظيمه بتاثر عليه وبتدفعه للموراليتي. تعرفوا يعني ايه الموراليتي؟ على اخلاقه. فبالتالي هما كانوا بيقولوا الوحي ما هو الا هاليسينيشن بسبب الراديو اكتيف سبستنس. ايه رايك؟ موافقين على الكلام ده؟ طيب مش كل العلم اللي احنا مالنا احنا شغلتنا احنا بنظنش احنا، لكن الراديو اكتيف سبستنس عندنا تؤثر وتعمل سرطانات زي تعمل اللوكيميا. على فكره هم عملوا الدراسه ده وجابوا اكتر انتست اللي هو يعني واحد ملحد في الدنيا، وبداوا يعرضوه لراديو اكتيف سبستنس على هذا الجزء اللي موجود في التمبرا لوب. فبدا الراجل ده يقول لهم سبحان الله هناك اله وهناك قوه عظيمه. بس الدراسه دي على فكره يعني خبيثه فمش عاوز اخش فيها. اوكي حضراتكم سيبك بقى الكلام ده، ما تشتغلوش على الريليشن سنتر يعني، ولا بتذاكروا ولا بتسمعوا ولا بتعملوا اي حاجه خالص. وده لا انا ما بقولش حاجه، لان ده دعوه الى الكفر. فاهم انت قصدي؟ مش كل العلم مفيد، مش كل العلم مفيد، الدين معتقد والعلم متغير. حضراتكم الراديو اكتيف سبستنس بتعمل سرطانات كتير قوي زي اللوكيميا زي الليمفوما زي. في شركه سويسريه في الستينيات انتجت ساعه، الساعه دي كان ثمنها $10,000 في الستينيات.
الساعة دي دي كانت غالية أوي، لأن كانت الحجرة بتاعتها، متعرفش الحجرة بتاع الساعات، الحجرة دي اللي بتبقى موجودة على 12 و1 و2 و3، كانوا عاملينها من مادة السيزيوم والأيريديوم، فاشتروها علية القوم، لأن حلاوتها إن هي كانت بتنور في الضلمة، تعرف إن تنور في الضلمة دي من غير أي حاجة خالص. هذه الساعات السويسرية أقل ساعة منها كانت ب 10,000 دولار، فكل اللي اشتروها علية القوم الملوك والأمراء والرؤساء، وكل اللي اشتروها جالهم لانج كانسر، جالهم سرطان رئة، وجالهم حسن ساركوما سرطان عظم. حد يعرف ايه؟ حسن ساركوما سهل، هو بيت الساعة هنا اتلم، جالهم لانج حسن ساركوما وجالهم لانج كانسر. حسن ساركوما ليه؟ مفهومة، بيت الساعة هنا. طب لانج كانسر ليه؟ اتفضل. اللي انت بتقوله ده ايه تاني؟ هو بيقول لك جالهم حسن ساركوما وليه لانج كانسر؟ رؤوس ساركوما بعد في اللانج، هي رؤوس ساركوما بتبعت في اللانج اسمها لانج كانسر، يبقى مدس وهتشوف رؤوس ساركوما. نسيت ولا ايه؟ طبعا كل اللي لبسوا هذه الساعات جالهم رؤوس ساركوما وبرونكيال كارسينوما. ليه؟ اتفضل. طبعا انا بختبر معلوماتكم الهبله اللي انتم ما تعرفوش الكلام ده، اللي انتم ما عشتوش الفتره دي. حضراتكم الساعات زمان كانت نوعين، هاند ووتش بتتلبس بالايد، وكان في حاجه ثانيه اسمها كاتينا ووتش. كاتينا، عارفين كاتينا؟ كاتينا دي جيب في البدله، ده بيتحط فيه بسلسله، دي اسمها كاتينا ووتش. فالكاتينا ووتش مكانها مكان اللمب. فاهمين حاجه مش فاهمين؟ اوكي. حضراتكم من العيله الثانيه من كارسينوجين الفيزيكال كارسينوجين برولونج سانريز الترا فايلت، بتعمل سرطانات الجلد زي البيزل والسكويمس والميلانوم. الراديشن بيعمل لنا لوكيميا، حصص سركوما، لاين كانسر، اتسترا اتسترا. ايه كمان؟ من العيله الثالثه من الكارسينوجين، ودي مهمه، دي بالظبط اللي انت قاعد واقفين. العيله الثالثه من الكارسينوجين ار فايروسز. الفيروسز هي كائنات غير حيه، هي ديفكتيف دي ان اي او ار ان اي سيكونس، لان الفيروسات دي ان اي لار ان اي. في فيروسات عندنا ار اونكوجين، ار وات؟ يعني ايه اونكوجين؟ تسبب السرطان، ار كارسينوجين. ازاي؟ لان الفيروس لما بيجي يتكاثر على وش الخليه بيضيف الدي ان اي بتاعه على الدي ان اي بتاع الخليه، فبالتالي ممكن يعمل ميوتيشن في الدي ان اي بتاع الخليه. لو جت واحد من فور سيلر جينز اللي قدام هيحصل سرطان، فلازم تعرفوا الاكزامبل. ايه اشهر دي ان اي اونكوجينيك فيروس عندنا في مصر؟ الهيباتيتس سي. اشهر اونكوجينيك دي ان اي فيروس في مصر الهيباتيتس سي. الهيباتيتس سي بيعمل اي سرطان؟ هيباتيتس سيلر كارسينوم. من اونكوجينيك فيروس الثانيه كمان وعندنا مش في مصر مشهوره، الهيومن بابيلوما فيروس. الهيومن بابيلوما فيروس اللي بيعمل سكوب السيل بابيلوم، الهيومن بابيلوما فيروس ده بيعمل لنا كانسر سيرفكس، ولقوا ان هو اكتر كارسينوجين لكانسر سيرفكس في البروستيتيوت، لان هو بيتنقل سكشوال. وعشان كده استراليا من سنه 96 عامله تطعيم، هذا التطعيم بياخدوه كل البنات عشان ما يجيلهمش كانسر سيرفكس، والتطعيم ده اسمه هيومن بابيلوما فيروس هاي ريسك جروب فاكسين. ده حضرتك بتاخده كل البنات عشان ما يجيلهمش كانسر سيرفكس، لان حضرتكم الهيومن بابيلوما فيروس از اونكوجين فيروس. ايه كمان؟ في فيروس تاني انا بنقوله اسما كده اسمه الاي بي في، ايبشتاين بار فيروس. الايبشتاين بار فيروس ده بيعمل لنا سرطانات على حسب نوع الانسان. فالناس من اصول صينيه بيعمل لهم نيزو فارينجال كارسينوم، وده سرطان لا يعالج. الناس من اصول افريقيه، واحنا من اصول افريقيه، بيعمل لنا بيرتيف ليمفوما، نوع من انواع الليمفوما. وكل الناس ممكن يعمل هاتش في الليمفوما. فبالتالي all of these are DNA oncogenic virus. Oncogenic يعني بتسبب السرطان لانها كارسينوم. مفيش في الطب اكزامبل على RNA oncogenic virus غير فيروس اسمه كده هيومن تي سيل ليوكيميا ليمفوما فايروس، لان بيجادل التي ليمفوسايت بتخليها يجي لها
تي سيل لوكيميا ويجي لها تي سيل لمفوم. الليمفوما واللوكيميا على حسب الجينات حصل فين. الليمفوسايتس دي فوسايتس. لو اتجننت وهي في اللمف نود يبقى اسمها لمفوم، لو اتجننت وهي في البون مارو يبقى اسمها لوكيميا. حضرتك العيلة الثالثة من الكارسينوجين ار فيروس بنسميها اونكوجينيك فيروس. كل الاكزامبل عليه يعني دي بتنزل سؤال في الامتحان. الاونكوجينيك فيروس في منها دي ان ايه ده الهيباتيتس سي بيعمل لنا هيباتيتس سيلر كارسينوما. الاينشتاين بار نيزوفارينجال كارسينوما ما كنتش عارف دلوقتي نيزوفارينجال كارسينوما وباركن لمفوما وهوتش لمفوما. في عندنا كمان الهيومن بابلوما كانسر سيرفكس طبعا والايدز. الايدز بيعمل كابوش سيرفكس بس مش مهم لان الايدز مش كومن عندنا. النوع الوحيد الار ان اي فيروس اسمه كده هيومن تي سيل لمفوما لوكيميا فيروس. اخر عيله من كارسينوجين هي الهرمون. انا جايب الصوره دي على فكره اعلان ابراهيم الداخلي حضراتكم. الهرمونز ليست بروموتر، ده عارفه هي ليست بروموتر، ليست انيشيتور عن الاسف، يعني مش هي اللي بتعمل الديلي ده، ولكن معظم الهرمونز ار بروموتر، ده عارفه ليه بروموتر؟ يعني هي اللي تكمل تخلي الخليه تتجنن، مفيش حاجه اسمها تشجع وتبدا. الانيشيتورز هي اللي تعمل الريفرسبل دي ان اي دم، ولكن الخليه ما تتكاثرش. البروموتر يحول الليتن سيل انتو اكشوال تيومر سيل. الهرمون في البلاتين ليست انشيت ولكنها بروموتر. اديني اكزامبل على هرمون كارسيل. من اشهر الهرمونز الاستروجين. حضراتكم لو ست خدت استروجين بكميه كبيره كنت قلت لكم سال على واحده عملت كده زي احمد رحمه الله عليها فاكرين المنافسه الشرقيه ما بينها وما بينها شاديه سافر السويد وحقن انتراديجنال استروجين. ولكن مش ده اشهر سبب لزياده الاستروجين في الستات. ايه اشهر سبب لزياده الاستروجين في الستات؟ تخيل. لا هو بص الجوده بيزيد في الكواليتي وليس في الكوانتيتي. انا بتكلم على الكوانتيتي. ايه اشهر سبب لزياده الاستروجين في الستات؟ اهلا بيش. الست لو ما بتبيضش. يعني الست لو ما بتبيضش يبقى كل دورتها under control of estrogen ما بيطلعش بروجستيرون، والبروجستيرون هو الفيزيولوجيكال انتي دوت للاستروجين. فاشهر سبب لزياده الاستروجين انوبيليشن، يعني الستات اللي ما بتخلفش. او في تيومر بيطلع من الاوفري بيسموه تيكا سيل تيومر او جرانيولا سيل تيومر. الاثنين دول بيسكرين الاستروجين. ساعتها لاحظنا ان كل الستات دول بيجي لهم اندوميتريال الماماري هايبربليزيا ويقلبوا الاندوميتريال الماماري كارسينوما. فده دليل ان الهرمونز تسبب السرطانات. حضراتكم كان زمان اساتذتنا شاطرين قوي بيعلمونا بكلمات حلوه قوي. كان يقول لنا سرطان الثدي والرحم بيجي في الستات اللي ما اتجوزتش او اتجوزت وما خلفتش او خلفت وما رضعتش. ودي كانت فكرتها كلها ان هو ديبندنت على الاستروجين. لان الهرمون زي الاستروجين دي حضراتكم كارسينوجين. ايه كمان؟ من الهرمون الكارسينوجين دي فضيحه بقى. فضيحه حصلت في المانيا سنه 61. حاجه اسمها الداي ايسايستيرول كاتستروف في المانيا في الستينيات. حصل فضيحتين في الادويه. اشهر فضيحه كانت في الفارما في المانيا كان اسمها ايه؟ الثاليدومايد كاتستروف. سمعت عن الثاليدومايد؟ ايه الثاليدومايد؟ الثاليدومايد هو دريفاتيف من البوليك اسيد. كانوا بيدوه للستات عشان يحملوا وحالتهم النفسيه ما تبقاش متاثره. الست لما بتحمل بيجي لها اعراض نفسيه كده مش لطيفه. بتدب على جوزها وبتقل ادبها والحاجات دي. دي كملوا شويه. فشركه المانيه طلعت مادة اسمها الثاليدومايد وهو دريفاتيف للبوليك اسيد. طبعا انتوا عارفين ان كل الستات اللي خدوا هذا الدواء خلفوا عيال عندهم صح عندهم هو قالها انت بتقولها هتشرحها لي اسمها
قول فوكوميلي. تعرف يعني فوكوميليا؟ يعني يابسة لام. تلاقي الواد ده كف ايده لازقه في الكتف، رجله لازقه في الحوض، وطبعا قاعد تدفع تعويضات لحد النهارده بتدفع. في المانيا برضه حصلت نفس الشركه. كان ايه اشهر سبب يخلي ست تحمل وتصعد؟ نورمالي مين اللي بيحافظ على الولد او البنت الجنين في اول حمل؟ البروجستيرون اللي بيطلع من الكوربس لوتير. الكوربس لوتير هو فريجنس اللي بيقعد كام شهر؟ 3 شهور. ففي شركه المانيه انتجت سنسيتك بروجستيرون، وكان اسم هذا السنسيتك بروجستيرون داي ايسايلس تيستيرون، اسمه دي اي اس. كل الستات اللي خلفوا اولاد يعني كان السبلنج بتاعهم ولد ما حصلش حاجه، لكن الستات اللي خلفت بنات كل بناتهم ماتوا على سن ما يتعداش 20 سنه. مين اللي مات؟ البنات اللي خلفوهم مش الستات. مين اللي خلف الدواء؟ وهم حوالي كل البنات ماتوا على سن لا يتعدى 20 سنه from clear cell adenocarcinoma of the vagina and cervix. ليه بقى؟ لان الدايسالس للبستيرول كان بيمنع الفسيولوجيكال بروسس اللي فيها تعفير السيرفكس والفاجينا. دول كانوا ادينو، كانوا كلهم ريبيتيلي، ولكن بعد كده قبل الولاده بيتحوروا انتو سبيرمز عشان يستحملوا الريديشن. فالبنات دول لما كبروا واللاكتوباسيلاي اتكونت وبدا يحصل كويتس ما تستحملش الكولامنر سيل، فقلبت بادينو كارسينوما كلير سيل تاك. والشركه ما دفعتش تعويضات كتير، لان طبعا لم تكتشف الا بعد كام سنه من هذا الدواء، 20 سنه اتليست. دي كان اسمها داي ايسايلس تيستيرون. طب الوقت لو الست بتسقط عشان البروستيرون عندها قليل، دي الفيز افكت، بنعالجها بايه؟ ايه البروستيرون؟ ناتشرال بروجستيرون. ناتشرال بروجستيرون. تعرف ايه ناتشرال؟ طبيعي. مش سنسيتك. بيجيبوا منين؟ ارانب. بيجيبوا منين ناتشرال بروجستيرون؟ اكيد دي ان ايه كوم. بيجيبوه نمبر 1، كانوا زمان بيجيبوه من اليورين اوف بريجننت فيميل. اه دي حقيقة، ده أكتر سورس لحد النهاردة منه. نمبر 2 من البلاسينتا. عارف المشيمة؟ المشيمة بعد ما بيجي الست تولد شركات الأدوية بتلمها، لأن بتطلع منها هذا الناتشرال بروجستيرون. أوكي، لحد دلوقتي خدت كام حاجة هرمون ممكن تؤدي إلى سرطانات؟ ها؟ واحد الاستروجين يعمل ماماري واندوميتريال كارسينوما. 2 داي ايسايلس تيستيرون. تعرف داي ايسايلس تيستيرون؟ ده سنسيتك بروجستيرون. عمل سرطانات في مين؟ في البنات بتوع الستات اللي خدوه عشان كان عندهم ريبيتد او ريبيتد ابورشن. في كمان الصوره دي الاندروجين. لو راجل خد اندروجين بكميات باثولوجيكال، ومين اشهر ناس بياخدوها؟ العيال الماسل بيلدر، البودي بيلدرز، دول بيرقعوا بروستيرويد اللي هو الديكاديرابولين واخواته. ده بيجي لهم كلهم كارسينوما اوف بريست على سن صغير. سرطان البروستيت ده مشهور في الرجال، 10 سرطان في الرجال، ولكن ما ينفعش بيجي الا فوق ال 60. لو انسان عاش ثيوريتيكال 100 سنه هيجي له سرطان بروستات. ولكن دول بتلاقي على العشرينات والثلاثينات جالهم سرطان بروستات. سرطان الحقن اللي انتوا بتضربوها ده. من اخر الهرمونز الاو سي بي. سمعت على الاو سي بي؟ الاو سي بي هي الاورال كونتراسبتيف بيلز. الاو سي بي ما هي الهرمونز؟ كانوا زمان عاملينها استروجين اولي، فبالتالي كانت بتعمل ايه؟ اندوميتريال وماماري كارسينوما. بعد كده شركات الادويه قالك هنعمل كومباين بيل. تعرف ايه كومباين؟ بيحطوا استروجين وبروجستيرون، يقول لك عشان تبقى هي سيف. هل الاو سي بي سيف؟ هل الاو سي بي سيف؟ جوالف طبعا لا يجرؤ انه يقول لك مش سيف. فراح قايل لك والله يعني مش متاكد، لكن هي مش سيف طبعا. في الباثولوجي عندنا الاو سي بي بتعمل هيبات ادينوم وبتعمل سرطانات الثدي وبتعمل الكلام ده، ولكن نسبه اقل بعد اضافه البروجستيرون. ولكن ما نقدرش نصنفها كارسينوجين
لان ده يخالف سياسه الدول ويخالف سياسه شركات الادويه. انت فاهم حاجه؟ فاهمين مش فاهمين؟ الاو سي بي بتعمل حاجه؟ والله مش متاكد. ولكن اللي بنعرفه بتعمل هيباتيك ادينوم. لا الاو سي بي كارسينوجين. ولكن ما اقدرش اقول كده فعلا. متفقين معايا؟ مش كل المعلومات اللي نعرفها نقولها. This is the carcinogen. الكارسينوجين ممكن تبقى حاجات يلا بسرعه. كيميكال ممكن تبقى فيزيكال ممكن تبقى فايروس ممكن تبقى هرمونز كلهم كاتيجوري. This carcinogen ملخص الكلام. هل يمكن حمايه الانسان بعدم تعريضه للكارسينوجين من السرطان؟ نو. فبالتالي محدش يفكر في السكه دي. روبنز وقفها خلاص بعد دراسته اللي دامت اكتر من 20 سنه. وسبب شهرته كان كده ان هو استنتج لا يمكن القضاء على السرطان بروفيلاكتيك بمنع الانسان من هذه الكارسينوجين، يعني لا يمكن ان احنا نتمنع عنه. اوكي في حاجه بعد الكارسينوجين ودي مهمه تدي سؤال في الامتحان وحكيها اهم من الكارسينوجين. حاجه اسمها كرونيك ديزيز بريكسبوزيشن او البري كانسرس ليجن. يعني ايه بري كانسرس ليجن؟ البريكانسرس ليجن في عندنا كرونيك ديزيزز. دي كرونيك ديزيز مالهاش علاقه بالسرطان خالص. بتقلب للبريكانسرس ليجن. يعني ايه بريكانسرس ليجن؟ يعني ده نون مالجنانت ليجن ولكن له قدره انه يقلب لنوع من السرطان. فسموها بريكانسرس. بريكانسرس يعني قبل السرطان. وحضراتكم الامراض دي هناخدها كلها ان شاء الله اني دي. ولكن لازم تحفظوها كلها. لان هو ده تكتيك السؤال. في كرونيك ديزيز بريدسبوزيشن، في امراض ليست بسرطان تقلب سرطان. ودي بتعمل بري كانسرس ليجن. ما هي الامراض البري كانسرس؟ بري كانسرس بنقسمها لمجموعات. اشهر امراض تقلب سرطان هي كرونيك انفلاماتوري ديزيزز. كرونيك انفلاماتوري ديزيزز. اشهر كرونيك انفلاميشن يقلب سرطان الصوره اللي قدامكم دي. حد يعرف ده؟ This is ها مش هتدي حاجة؟ تعرفوش ده سلايد عليكم مهم جدا في العمل. This is بلهارزيزيس اوف يورينري بلادر. بلهارزيزيس اوف يورينري بلادر. البلهارسيا في اليورينري بلادر في اليورينري تراك تقلب سرطان. بتقلب وعشان كده ايه عشان سرطان في الفلاحين المصريين؟ يورينري بلادر. بس البلهارسيا مش بتيجي في الكولون. مش بتيجي في الجاي دي؟ ما خدوش برع عيال ولا ايه؟ في نوعين شيستوزوما هيماتوبيا وشيستوزوما منسونات. المنسونات ما عندناش المنسونات مشهوره؟ ما عندناش؟ عندنا الشيستوزوما منسونات كانت بتيجي في وادي بحر. المنصوره واسكندريه واللعب ده كله منسونات من المنصور. لكن الهيماتوبيا بتاع الهيماتوريا الصعيد. ولكن اللي بيقلب سرطان بالهارسي أو في رينر بلادر يورينري تراكت ولا الجي اي تي كولون. ايه اللي بيقلب؟ اشمعنى؟ هم بتوع البر ما بيشرحوش ولا اشمعنى؟ اشمعنى؟ وعلى فكره دلوقتي مفيش حاجه اسمها مشهوره ومش مشهوره. من بعد بناء السد العالي الاثنين بقوا زي بعض. لان حضرتك دلوقتي مفيش حد عنده نوع معين من البلهارسي. يعني بعد بناء السد العالي تم ميكسينج اوف سنين، تعرفوا السنين بتاعتها؟ تورينيا سترانكيتس اند بايبوفلاريا الكسندرينا. تعرفوش الكلام ده ولا ايه؟ طيب ليه بقى اليورينري بلادر؟ لو جه فيها بلاعرسيا تقلب سرطان. والبلاعرسيزس في الجي اي دي في الانتستين ما يقلبش سرطان. ايه بقى اللي انت قاعد قدام الموضوع؟ طب لما يجي يعمل بيبي تقيله يضغط على الكورن اكتر يعمل بتاع ده. يعمل بي بي تقيلة يعني فرقت ايه؟ لما البي بي تقيلة بيحزق اكتر. اه. اكيد ده كولونوم وده ترانزيشن. مين اللي ما يستحملش؟ هي بدأت تستحمل اكتر من الكولون. اه طبعا. لان السيل سي بي تي لتسال حضرتك ثلاثة. بالقوة اقوى حاجة سكويبس. يليه ترانزيشن. واضح حاجة الكولون. دي المفروض اللي ما يستحملش يبقى الكولون. دي المفروض بالانتستين اكتر. انا بتناقش معاك علميا يعني. اتفضل. اه فايه الكارسينوما؟ ايه الغباوه دي؟ اتفضل.
مش كانوا في البركه ما خدوش البياعز لسه ما خدتوش والله العظيم يلا خلاص قلنا ايه طيب الموضوع سهل جدا وتم اكتشافه بالصدفه بس ده في حدود 40 سنه حضراتكم كان زمان بتوع البقره بقى بيقولوا لنا الكلام العجيب ده يقول لك اصل الشزوم هيبقى طوبيوم دي بتضد كتير 7792 بيضه في الدقيقه اما الشيستوزوما منزولاي فبيض بيض قليل 7991 بيضه في الدقيقه هم عندهم ازاي عددهم البيضه في الدقيقه فاهمين؟ اوكي يقول لك اصل السيرفس اريا في اليورينري بلادر صغيره لكن في الكولون كبير طبعا ده غلط فعلا الموضوع سهل جدا الموضوع ليس في المكان ولا في البيض ده البيض زي بعض الموضوع حضراتكم في الكونتينت اليورينري بلادر جواها ايه يورين فالاوفم المراسيديوم اللي جواها بيستخدم هذا اليورين وبيشتغل على النيتريت اللي فيه ويحوله نيتروزامين والنيتروزامين كارسينوجين لكن هل الكولون فيه يورين ما فيهوش نيتريت ما فيهوش نيتروزامين فما تبقاش كارسينوجين وتم تاكيد النظريه ديت من 40 سنه لان الناس اللي بيجيلهم سرطانات في اليورين بلادر دي مشهور عندنا في الفلاحين المصريين يعالجوهم بايه سيستكتومي طب يتبولوا ازاي بيعملوهم عمليه اسمها كلواكا كلواكا هو مدمج الاخراج في الطيور لو حد عنده عصفوره في البيت ويركز معاها وهي بتعمل بيبي هي بتطلع كل البيبي من خرم واحد بس الميه والبراز حتى عنده عصفوره في البيت بركه ركز معاها وهي بتعمل بيبي هيلاقيها في كل الفضلات بتخرج من خرم واحد فساعتها هما بيحولوه الى هذا الطارق ازاي ياخدوا بوث يوريتر ويروح حاطينهم في الركب بيسموا هذه العمليه كلواكا بعد استئصال المثانه اللي فيها السرطان كل اللي عملوا عمليه الكلواكا كان عندهم السايم لارزيزس جالهم سرطان في الكون فيبقى ما بندوش سو عرفتوا ليه بلارزيزس اللي هي بدات تستلم سرطان وبنقول ما تقلقش بسبب اليورين اللي موجود في البلد الستومك الستومك الكولون ما فيهوش هذه البكتيريا خالص اوكي اول على فكره مش وقت دلوقتي بس انا قلتها عشان بتوع البقره بس بكمل شغل بقى حضراتكم من حاجات البري كانسس ايجن كرونيك انفلاميشن زي بالهارزيزس يورينري بلادر حضراتكم كمان بالكرونيك انفلاميشن اللي بتقلب بقى سرطان الصوره اللي قدامكم دي بس انتوا ما تعرفوهاش اللي قدامكم ده مرض اسمه السيراتيف كولايتس مرض القولون الالتهابي المتقرح السيراتيف كولايتس ده مرض ما تشخصوش الا واحد اصوله من اربع دول في العالم انجلترا واسكتلندا وفرنسا والمنصوره فليس السيراتيف كولايتس مرض القولون الالتهابي المتقرح حسابه ايه ودونت نو ديس ايديوباثيك في ناس بيقولوا اوتو ايميون ديزيز بيقلبوا بسرطان قولون ايه كمان من الكرونيك انفلاميشن اللي بتقلب سرطان اتروفيك جاسترايتس اتروفيك جاسترايتس بس سمعتوا عنها الاتروفيك جاسترايتس انا هاخدها ان شاء الله في التدريب اتروفيك جاسترايتس سمعتوا عنها الاسم برنيشيس انيميا تعرف البرنيشيس انيميا من اسبابها على اتروفيك جاسترايتس لان ساعتها الاستومك ما تعرفش تطلع على انترنسيك فاكتور والانترنسيك فاكتور مهم الامتصاص الاكسترنسيك فاكتور وايه هو الاكسترنسيك فاكتور فيتامين بي 1 يس بالكرات ده طبعا ده سرطان معده من الحاجات كمان اللي بتقلب سرطان الصوره اللي قدامكم دي حاجه اسمها ريديو درماتايتس الريديو درماتايتس هو التهاب الجلد بسبب التعرض لاشعاع ودي كانت في هيروشيما وناجازاكي اللي على بعد 40 كيلو من موقع انفجار القنبله بدأوا يقولهم كلهم سرطانات الجلد بعد فترة من الشهور عاشوها عندهم ريديو درماتيتس احنا نشخص الريديو درماتيتس بهذا المنظر اللي قدام حاجة بيسموها السلفر جرينوس من كرونيك انفلاميشن التانية اللي بتقلب سرطان الصورة اللي قدام في دي يا رب انا هاخدها جديد انا بس بقول الصورة عشان كل اكزامبل لازم تحفظوه ده اسمها تيرشري سيفلس انتان المرحلة التالتة من الزهري في اللسان ده اسمها تيرشري سيفلس انتان ودي بري كانسرز بتقلب سرطان السبب سنعود ان شاء الله الزهر
من الحاجات كمان اللي بتقلب سرطان الصوره اللي قدامكم دي. الصوره اللي قدامكم دي بيسموها لوبس فالجاس. اسمها ايه؟ لوبس فالجاس. اللوبس فالجاس هي سكندري كوتينيوس تي بي ان سكن، يعني تي بي في المرحله الثانيه في الجلد. سموها اللوبس فالجاس، وهناخد تي بي ان دي. يعني ايه كلمه لوبس؟ ذئبة. لوبس ذئبة، النتايه بتاع الذئب صح. فالجاس الشريهه. في كام ذئبة في الطب؟ على مستواكم اثنين. لوبس اريثريماتوزس ده اوتو اميون ديزيز، بيجي في البنات الحلو كده مش كومن اون ايجيبت. بس كان مين اشهر واحده؟ ده اللي انت حافظاه كويس. طب ليه سموها الذئبه الحمراء؟ لان حضراتكم اللي عندهم هايبر سنسيتيفيتي فبيجي لهم ألسريشن هنا في المالر اريا، في الباتر فلاي اريا. فتخيلوا ان في ذئبه حاطه مونوكير احمر وخربشتها في جلدها وسابت المونوكير على جلدها، فبيسموها لوبس اريثروماتوزس. اما لوبس بالجالس ده سكندري تي بي في السكن، بياكل الجلد لحد ما العظم مات. فقال لك دي الذئبه الشرهه لان بتقطع الجلد لحد ما العظم مات. الباثولوجي علم وصفي، ومعظم الباثولوجيست كانوا محششين ودماغهم عاليه قوي. حضرتك كل دي كرونيك انفلاماتوري ديزيزز بتقلب سرطان، فاكرينهم؟ الارزيز اوف ذا يورينري بلادر والابسيرتيف كولايتس والاتروفيك جاسترايتس والريديو درماتيتس و تيرشري سيرفيس ان تانج و سكندري دي بي ان سكن اللي بيسموه لوبس فالجاس. في حاجات ثانيه ليست كرونيك انفلاميشن تقلب سرطان. اليستونز. اليستونز هي الحصاوه. على مستواكم احنا هناخد نوعين من الحصاوه، ستونز اوف ذا جول بلادر والستونز اوف يورينري بلادر. لان التو اورجان دول لو فيهم ستونز كل شويه تعمل كونتراكشن عليه، فده كرونيك اريتيشن يقلب سرطان. فكل الفيميل الفاتل فيرتل فرتايل اللي ابوف ذا ايج اوف 40 لو ما شالوش الجول بلادر هيجي لهم كارسينوما اوف يورينري بلادر، لان الستونز ار بري كانسرس. من حاجات كمان البري كانسرس ايجن اللي تقلب سرطان وليست بسرطانات، الميتابلاستيك والهايبربلاستيك ليجن. مش احنا قلنا قبل كده هايبر بليزيا بري كانسرس، الميتا بليزيا بري كانسرس. فور اكزامبل الليكوبليكيا، حد يعرف الليكوبليكيا؟ الليكوبليكيا از بري كانسرس. يس الليكوبليكيا از ميتا بليزيا في معظم الاحيان. حضراتكم لو واحده ست عندها اندوميتريال او ميموري هايبر بليزيا دي هتقلب بالاندوميتريال وميموري كارسينوم. This is هايبر بليزيا. المجموعه قبل الاخيره من الامراض اللي بتقلب سرطانات البناين تيومرز. في عندنا بناين تيومر فيري كومن تشينج مالجنت، حد يعرفها؟ لدرجه ان دلوقتي ما بقوش يعتبروها بناين. ترانزيشن سيل بابلوما اللي هي فيلس بابلوما. الادنو بابلوماز في الجي اي تي الادنوماتيس بوليب بتقلب سرطانات بشكل عنيف لو هي مالتوبر. ده بيسموه فاميليا بوربوزس كولاي وبرضه مشهور في المنصوره عندنا. اخر حاجه في بقى امراض تانية ولا هي كرونيك انفلاميشن ولا هي ستون ولا هي ميتابليزيا ولا هايبر بليزيا ولا هي بنين تيومر. اذر اشهر اذر يقلب سرطان عندنا في مصر الصوره اللي قدامنا دي. الصوره دي صوره ايه؟ ليفر سيروز. الليفر سيروز بيقلب هيبات سيلر كارسينوما. حد يعرف ايه؟ هيباتيتس سي بيعمل سيروزس. عارفين سيروزس؟ مرض الكبد الاصفر اللي بيتميز بالجنريشن ديور. لان بلغه الباثولوجي السيروز ما هو الا هايبر بليس، خلايا تكاثرت ولكن مش بشكل طبيعي، فبالتالي سهل ان هي تشينج مالي. لان اي هايبر بليزيا بتقلب سرطان اكسبت بي بي اتش بي 9 بروستاتيك هايبر بليزيا نيفر تيرن من لي او لا. من اغر كمان اللي يقلب سرطان الصوره اللي قدامكم دي باريكوز فينز ألسر. لو واحد عنده باريكوز فين ودخل في ألسر، الألسر بتاعته تشينج مالجنت لأن هي مش هتلحق، فالخلايا تحاول تتكاثر تقلب بسرطان. طب فاكرين دي كانوا بيسموها مارجولين ألسر. تعرفوا مارجولين؟ دي العالمة اللي اكتشفت السرطان؟ أمال إيه؟ البنت اللي ماتت من السرطان. من الحاجات كمان اللي بتقلب سرطانات أذر ولا هي انفلاميشن ولا كل ده، مرض
اسمه باجيت ديزيز اوف ذا بون. باجيت ده عالم امريكاني عاش 96 سنه، كان من الباثولوجيست المعمرين، وفي حياته كلها ما اكتشفش غير مرضين، باجيت ديزيز اوف ذا بون وباجيت ديزيز اوف ذا بريست. باجيت ديزيز اوف ذا بون هناخده بعد كده، لا حضرتك بيقلب بوست ساركوم، مش مشهور عندنا خالص. من الحاجات كمان اللي بتقلب سرطان ان السيل تيستس، لان ربنا حضراتكم ليه خرج التيستس بره الجسم؟ نعم؟ طب وليه خرجها عشان التمبريتشر؟ عشان يحصل سبرماتوجين صح ويطلع سبرم. طب وليه السبرم ما يتكونش جوه؟ وليه مش مناسبه؟ هو كده هتكفر بقى ولا ايه؟ هتكفر ولا ايه؟ يا دكاترة اما تعرفوا معلومة اللي تعرفوها كاملة اللي ما تعرفوش. اوسخ شيء في الدنيا اشباه المتعلمين. مال البلد عارفين الدنجروس اللي قلتلكوا عليه؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ حضراتكم سهل جدا. ليه ربنا نازل الديس تحت؟ عشان تبقى درجة الحرارة حدود 35. وبيتحكم فيها بالكريمستيريك مصر. في الشتا تعلى في الصيف تدق. طب ليه بقى ما تخلاش تتعمل جوه؟ طب هو الاوفر ما تتعمل جوه بطن الست، والاوفر دي زي الاسبرم بالظبط. ايه الفرق بين الاوفر والاسبرم؟ الحركه. الاسبرم يتحرك، الاوفر ما يتحركش، صح ولا انا غلطان؟ نورمالي الاسبرم عشان يتحرك محتاج سورس اوف باور، والسورس اللي باور اللي موجود في الاسبرم بيبقى على حاجه قدامه كده اسمها الكروموسوم الكام، تسمعوا عنها؟ دي فيري ريتش لانزيم اسمه البنتوكسيفيلين، سمعت عنه؟ مش معنى. هو ده اللي بيحرق الاي تي بي فيديله الحركه. لو حضرتك الاسبرمات اتكونت في درجه حراره 37 بيحصل سبونتينيس اكتيفيشن او بنتوكسيفيلين، فبالتالي الاسبرمات بتتكون ولكن بتفقد طاقتها فتموت ما تتحركش. فهمتوا حاجه؟ فربنا نزلها بعد الماتيوريشن ان هي تبقى تحت عشان ما يحصلش اوتو اكتيفيشن او ديس انزايم. فهمتوا حاجه؟ مش مهم. لو واحد بقى اتولد عنده اند سنتس، كان مين اشهر واحد عنده اند سنتس؟ هتلر. هتلر كان عنده اند سنتس، وعشان كده كان عنده انفيريوريتي كومبلكس. دايما الدكاتره الامراض الجينيتال تخلي الانسان عنده احساس بالنقص، يبقى واضح لان عنده مشكله ومش قادر يقولها. حد فاهم حاجه؟ حتى مامتك الصبح تدعي لك تقول لك ربنا يكفيك شر الواطي، لان الواطي لو اتحكم فيك يبهدلك، لان هو بيتلذذ ان هو يقرفك. اشمعنى هو معروف؟ فاهمين؟ يقول لك كله عليك كاتيجوري. فاهمين انا بقوله ده؟ سهل جدا. لو انسان متصالح مع نفسه، يعني ما عندوش اي مشكله، ما عندوش اي حاجه، لطيف يعني هيأذي الناس ليه؟ لكن يقول بهذا المنظر ده نوع من انواع السديه، والسديه دي بيبقى اكثر سبب لها جينيتال ديزيز، عشان تبقوا فاهمين. هتلر غزا العالم كله ليثبت لنفسه ان حلو ما فيهوش حد. تعرفوا المعلومه دي ولا ما تعرفوش؟ هتلر كان كده عنده سنتس وكان حمار. طب التست تانيه حلو زي الفل، مفيش حاجه. عشان كده اتجوزت اللي قبل ما ينتحر مباشره يعني. اتجوز مين؟ واحده يهوديه يا شيخ. اولا مراته ما كانتش يهوديه عشان تبقى عارفه يعني. كان اسمها ايفا، ايفا براون، معنى؟ مش مهم. حضراتكم اللي عند السيد التست تقلب سرطان، حد يعرف ليه؟ لان الخصيه جوه البطن في كرونيك اريتيشن، ايه كرونيك اريتيشن؟ الهيت، عشان كده لازم تتشكل. كل اللي انا قلتها دي اكزامبل على بري كانسر ليجن. يعني ايه بري كانسر ليجن؟ يعني نون مالجنانت ليجن، لا اللايبيلتي ان هي تشينج تو مالجنانت. فكل الاكزامبل عليه وقعدت احكي واقول قصص، لا الامراض دي هناخدها ان ديتيل في السيستم، ولكن قعدت اقول القصص عشان كل الاكزامبل عليكم وابين لكم اهميتها في النظر. ده سؤال خازوق بيجي في الامتحان يقول له جيف ان اكونت اون بري كانسر ليجن، العيال مش فاهمين حاجه، يبقوا فاهمين ان هي حاجات مش مالجنانت تقلب مالجنانت. طب وايه الاكزامبل؟ ما هو لسه ما خدوهاش بس بيجيبوه في النص السنه الاولاني. اوكي. ايه كمان؟ كده خلصنا الكارسينوجين وخدنا بالمره البري كانسر ليجن. لو كان اللي بيعمل انيشيشن كارسينوجين والبروموشن كارسينوجين
خلاص سبب السرطان كارسنج. ولكن للاسف في حاجه اسمها كوكارسينوجين. حاجه اسمها ايه؟ كوكارسينوجين. دي بتساعد الكارسينوجين وللاسف لا يمكن التحكم فيها نهائيا. كوكارسينوجين هي الهيلبنج فاكتور. الكوكارسينوجين اكتبوا عليها كاتيجوري ايه عناوين فقط. اشهر كوكارسينوجين عكس ما تتخيله هو الايج، السن. السن از كوكارسينوجين، لان كل ما الانسان سنه يزيد احتمالية إصابته بالسرطان تزيد ولا تقل؟ تزيد. اللي بتعرض أكثر للراديشن ثيوريتيكال. لو راجل عاش 100 سنة هيجيله بنسبة 100% بروستاتيك كارسينوم. أي حد يعدي 100 سنة هيجيله بروستاتيك كارسينوم، لأن بقاله 100 سنة يتعرض لأندروجين. فاهمين حاجة؟ إلا لو عملنا له كريستاليزيشن خاص، شلنا له البوست ستيز. هي دي الاولي بروتكتيف فاكتور ان واحد ما يجيلوش كارسينوما بروستاتا. تاني كو كارسينوجين هو السكس ان جنرال. مين اللي عرضه اكتر للسرطانات؟ الرجاله ولا الستات؟ الرجاله اللي هم الكارسينوما طبعا. ولكن في سرطانات اشهر في الستات. حد يعرفها؟ واحد البريست طبعا، يعني الراجل عنده بريست والست عندها بريست. اثنين الثيرويد، لان الست بتحتاج الثيرويد بتاعتها شغالها اكتر من الراجل، لان بيحصل لها منستريشن فمحتاج تجدد الخلايا وبريجنسي. ثلاثة البنكرياس. البنكرياس اكتر في الستات من الرجاله بسبب البولستونز، لان البولستونز مشهوره اكتر في الستات. اربعه، لا مفيش اربعه، هم دول. طب مش عاوز غلاوة، محدش يقول لي سرطانات في الستات اكتر من الرجاله. كانسر سيرفكس يبهج. كانسر سيرفكس اكتر في الستات من الرجاله، ده باعتبار ان الراجل عنده كانسر سيرفكس. يخرب بيت، ما ينفعش. مفهوم اللي قلته؟ بالكوكارسينوجين الايج، في حد يقدر يصغر نفسه؟ ان كنترول، ما ينفعش اتحكم فيه. السكس ما ينفعش اتحكم فيه. انا لو غيرت حتى جنسي انا بغير الفينوتايب وليس الجينوتايب، يعني بغير الشكل الخارجي وما بغيرش الحاجه الداخليه. من كوكارسينوجين كمان يا دكاتره الدايت. في بعض الاكل بيساعد على انواع معينه من السرطانات. فور اكزامبل الناس اللي بياكلوا سموكد ميت وسموكد فيش بيجي لهم كانسر ستومك. الناس اللي بياكلوا لو فايبر هاي فات بيجي لهم كولون. الدايت طبعا عشان كده كان سرطان القولون هو اشهر سرطان في اوروبا، لان ما بياكلوش فايبر خالص، العيش بتاعهم ابيض توست وبياكلوا هاي فات فبيجي لهم كانسر كولون، لان الفايبر دي هي اللي بتحمي الكولون من الايفكت بتاع البريك داون بتاع هذا الفات. لكن احنا عندنا في مصر كانسر كولون مش مشهور. طبعا الحكومه بتحميه، الحكومه سامحه ان هو لما نضيف العيش 20% منه يبقى نشاره خشب. هل ده لان هي فقيره وبتحاول تواجه اي حاجه؟ لا، عشان تحمينا فروم كانسر كولون. فاهمين اللي انا بقوله؟ هو مؤخرا عرفت ان معظم البنات بيبقى عندهم اير ديفيشنسي انيميا، بدات تحط مسامير. 10 دول العالم اللي كان فيها كانسر ستومك كانت اليابان واستراليا، عشان بياكلوا سموك ميت اند فيش. اليابان سموك فيش اللي هو الهيرنج فيش، واستراليا اللي هو السموك ميت، عشان اكبر البلد طلع اجنام وكلام زي كده. لا فطبعا اليابان حرمت تصنيع الرنجه فيها من سنه حاجه و80، بس هي اكبر مستورد للهيرنج فيش من بحر اليابان، اكبر صياد. هترميه تاني ولا ايه؟ بدات تبيعه للدول العامه وعلى راسها مصر، وبدا يظهر عندنا كانسر ستومك بسبب الهيرنج فيش. والملاحظ لاحظ ان كيلو الرنجه بدا يرخص جدا. احنا في السبعينيات كان كيلو الرنجه دكاتره بحدود 5 أو 6 جنيه، ده مبلغ عظيم جدا. في بدايه الثمانينات كان 20 جنيه وكان كيلو لحم ب 16 جنيه. دلوقتي شوف كيلو رنجه بكام. We are eating waste basket of the developed countries. مش فاهمين حاجه. بالكوكارسينوجين الايج، بالكوكارسينوجين السكس، دايت، واديتكم اكزامبل كتير. انفايرمنتال فاكتور الاير بوليوشن. الدول اللي فيها الاير بوليوشن اكتر نسبه سرطان الرئه فيها اكتر. ايه اكتر مدينه بوليوتد على مستوى العالم؟
القاهرة ليست أكبر مدينة بنيوت في العالم. هند أشهر مدينة بنيوت واخد رقم واحد ماشي كده متصدرة للبنيوت. نيو مكسيكو. تاني واحدة هونج كونج. تالت واحدة لندن. احنا خمسة او ستة. احنا كده ما عندناش على فكرة مش بالشكل العنيف او القاهرة خمسة او ستة. فبالتالي مش احنا اكتر بيوت. ما عند ربنا هنعمل ايه بقى؟ ولكن ايه اكتر مدينة في العالم فيها سرطان الرئة؟ لندن وليس نيو مكسيكو. تعرفوا ليه؟ هي ليه سموا لندن لندن اساسا؟ لندن دي معناها ايه؟ هي مدينة الضباب. لأن الأسطورة بتقول عندما يحل الضباب على لندن مدينة الضباب ويوصل الأرض فتشرب الأسود من هذا النهر سوف تعرف لندن. ممكن أنا جايز كمان. فحضراتكم بسبب الهيوميديتي العالية يحصل كونسنتريشن أوف بوليت فبالتالي بيجي لهم سرطان الرئة. أكثر مدينة في العالم فيها نسبة سرطان الرئة هي لندن. إيه كمان؟ روما. حضرتك تروما ده الريبيت تروما بتعمل اوس ساركوما بالذات في العيال الصغيرين. عشان كده من اخطر الاشياء ان حضرتك تخلف عيل فتبدا حضرتك تعلمه رياضه عنيفه وهو في سن صغير لان دول بيجي لهم اوس ساركوما وده سرطان لعين جدا. كان في واحد مجنون عاش في الثمانينات كان نفسه كان ساعتها لسه ما ظهرتش نظريه الجينيتك ثيوري والكانسر. كان نفسه يفسر السرطانات بالبلاد جروبس. فهو كان انجليزي كان بيقول انا لقيت ان سرطان الاستومك مور كومن في الناس اللي هم بلاد جروب اي لان هو عمل دراسه فلقى على 100 عيان عنده سرطان معده فلقى في هذه الدراسه 80% من اللي عندهم سرطان المعده بلاد جروب اي. حد فاهم حاجه؟ ايه رايكم بقى في ده؟ ده واحد عبيط. ليه بقى عبيط؟ سرطان المعدة والدراسة اللي اتعملت دي كانت اتعملت على الناس اليابانيين. تعرفوا اليابانيين؟ كانوا بياكلوا لا سيبكم من الكلام اللي بياكلوا سمك ده. حضراتكم البلاد جروبس لو انتوا خدوها او شمدوها يعني. الناس اللي هم الكوكيزيا، تعرفوا الكوكيزيا؟ اللي هم مين؟ الاوروبيين وبعضنا احنا. ايه اشهر بلاد جروب عندهم؟ او الناس اللي هم نان كوكيزي ايه اشهر بلاد جروب؟ ايه؟ اه بالظبط 80% منهم. فبالتالي ايه اللي عملوا بقى؟ هو نفس الشخص ده كان بيربط الامراض بالبلاد جروب فكان بيقول لهم انا لقيت ان البيبتيك ألسر مشهوره في الناس البلاد جروب او لان الدراسه اتعملت على البريطانيين فلا في 100 عيان عندهم جديد من البيبتيك ألسر لا 80% منهم بلاد جروب ايه او فما اكيد لان دول حضرتك كوكيزي يعني مش يعني الاي بي او او الهيستو كومبيتابيلتي انتيجين اما تربطها بالسرطان ده هبل بس بعد كده قالوا الراجل ده كان عنده حق لان بعد كده اثبت ان السرطان جينيتيك والاي بي او ار جينيتيك فبالتالي اكيد في اسوسيشن ولكن دي اللي تقدر محدش بيستخدمها خالص دلوقتي. كان في موضه كده ان انا اربط الامراض بالفصيله الدم ولكن لم تبقي اي ثمار وما كانش لها اي قيمه خالص. الكونكر سنس بتيجي منين؟ تعرفوا عليهم بس. الايج والسكس والدايت والبليوشن والتروما ولاستي الاي بي او في عندك. في عندنا بعد كده باراجراف اكتبوا عليه بجراءه ولا يقوى. حاجه اسمها سبونتينيوس تيومر ريجريشن. ايه دول؟ فاكرين قصة البنت الفرنساوية لو قلت لكم ما رضيتش تاخد الراديو والكيمو وبدأت تعمل ميديتيشن ميديتيشن؟ في بعض السرطانات بيحصل لها سبونتينيوس ريجريشن. يعني ايه سبونتينيوس ريجريشن؟ يعني كيور تخف تماما. سرطانات عنيفة جدا تخف تماما. طب ازاي؟ من غير ما تاخد حاجة. قال لك أكيد ده اميونولوجيكال. يعني مناعتها زادت فقضت على المالينجان سيلز. في ناس قالت هرمونال. السرطان كان بيعتمد في النمو على الهرمون ومن غير اي حاجه الهرمون قلت او الريسبتور بتاعته قلت فالسرطان اختفى. ودي دايما بتبقى سرطانات عنيفه زي الريتينوبلاستوما رينال سيل كارسينوما ليوكيميا
انواع كتيره جدا من السرطان، لان هم في حالات سجلت اسجل ولكن كيس ريكو حالات قليله خالص. وكان التفسير لا اما ايميولوجيكال لا اما هرمونال. لقوا ان ساعات بعض السرطانات تبعت ميتاستس والميتاستس تبقى احسن من البرايمر. قال لك طب ازاي خف؟ قال لك ما سهل، عشان كانت خليه مجنونه وسريعه وفي البيت والكلام ده، قلبت بينها. يعني لوز الباور اوف انفيجن ولوز الباور اوف رابيد بروليفريشن. فبداوا يدرسوها ولكن بلاش اي قيمه. السبونتينيوس تيومر ريجريشن بيحصل وحصل، ولكن لا نعتمد عليه في اي شيء. حاولوا يدرسوه عشان يستخلصوا ازاي حصل كده، فبالتالي انا اقدر اطبقه على العيانين فيحصل في كل العيانين فاشل. فبالتالي يجي لك عيان انت بتعالجه من سرطان، كتير منكم هيبقى جراحين وهيبقوا دكاتره ان شاء الله بعد عمر طويل، قابلوني لو فرحتوا. فهيجي العيان او العيانه يقول له لازم جراحه وهنشلك وهندي راديو وكيم وشعرك هيقع. طبعا ده بتبقى مصيبه للعيان. فالعيان بيفتح النت، فساعات بيخش على سايت اسمها بيشن انفو، تعرفوا بيشن انفورميشن؟ ده مش كلام علمي خالص. كل عيان بيقعد يحكي حكايته مع المرض. فيقول له عيان من بلاد الوقاق ان هي كان عندها سرطان ثدي وبدات تعمل ميديتيشن واستحم ميه مش عارف عامله ازاي وتاكل اكل اللي بيمسسه النار، فالسرطان اختفى. فتجي لك انت بقى ايه ريفرنس، تقول لك ليه؟ ما عامل زيها. انت تقول لها ايه؟ ترفض، تقول لها ده ما ينفعش، ده ما يحصلش، ده اللي هي كذابه، ده ما تقولش. في حاجه اسمها سبونتينيوس تيومر ريجريشن ولا مفيش؟ في، ولكن في ميكانيزم احنا بنقول يا اما ان هو بيحصل بسبب الاميونيتي زادت، لا اما بسبب هرمون، ولكن احنا نعرف الاكزاكت ميكانيزم لا. فانت ما ترفضوش، ما تقولهاش يا كذاب، يعني بتتكلم عليا. ما تقولش كده، قول لها دي كيس ريكورد ولا يعول عليها في العلاج. يقول لك لا انا هعملها، ولا انا مين؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ الفكره كلها تبقوا متعلمين. ما حدش يقول لكم ايه الهبل ده؟ ايه يا بهيمه يا بزمه؟ ما عمرها ما حصلت، مين قال لك ان عمرها ما حصلت؟ في حاجه اسمها سبونتينيوس تيومر ريجريشن. ولكن لا يعول عليها في العلاج. كلاسيك ميديسن لحد دلوقتي السرطان لا يملك غير ثلاث ادوات، واحد سيرجن راديو كيم، علاج بقى بالذهب بالنانو مش عارف ايه والضحك جدر رمان، كل الحاجات دي اندر ترايلز. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ولو استخدمت هتبقى تبع الكيم. اتفقنا على الكلام ده؟ اخر حاجه هناخدها النهارده، النهارده ايه في عندي؟ اخر حاجه في هذا الشابتر حاجه اسمها لابوراتوري دايجنوزيس اوف نيوبليزيا. حضراتكم لابوراتوري دايجنوزيس اوف نيوبليزيا دي اخر باراجراف في هذا الشابتر. يعني ايه هي الطرق اللي بنشخص بيها السرطان في المعمل؟ لان حضراتكم مين اللي له الحق الاصيل لتشخيص السرطان او التيومر؟ الباثولوجيست. فبيعتمد على تكنيك التشخيص. أول تكنيك للتشخيص هو البايوبسي. يعني إيه بايوبسي ده؟ العينة. البايوبسي الدكاترة بتقول لك كل حاجة عن الورم. تقول لك بيناين ولا مالينا الإبيثيليال ولا الزنكايمال، ولو مالينا الكارسينوما ولا ساركوما أو ديفرانشيت ولا لأ. فاهمين اللي أنا بقوله؟ ولكن البايوبسي مين اللي ياخدها؟ نو. البايوبسي ياخدها الفيزيشن. الفيزيشن ده لو هو بتاع جلديه هو اللي هيبعت لي البايوبسي. لان انا مش متعلم التكنيك لاخذ البايوبسي، انا مش جراح يعني. في باثولوجيست بياخدوها لان هم كانوا في الاول جراحين. فاهمين اللي انا بقوله؟ ولكن اللي ياخد العينه الطبيب المعالج. اللي يشخصها الباثولوجيست. البايوبسي يعني هياخد العينه، طبعا انواع العينات كتير. لا اما اكسجن بايوبسي يعني هشيل ورق كله. لا اما انسجن انا هاخد حته منه. لا اما ان انا هعمل له راديكال يعني اشيل اورجن بالورق. فاهمين اللي انا بقوله؟ لا اما كور بايوبسي هاخد بابره بس هاخد تيشو. بايوبسي يعني تيشو مش كلايه. لان الحاجه الثانيه اللي بنشخص بيها مش البايوبسي. بنشخص بحاجه ثانيه يا دكاتره. الصوره اللي قدامكم دي بيسموها فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي او بايوبسي.
يعني 5 ليتر اسبيريشن. 5 ليتر اسبيريشن دي بنستخدمها في التيومر اللي هي سبكتينس. ايه الاورجان السبكتينس في جسمنا؟ زي الثيرويد، زي البريست، زي الليمف نود، او اي سبكتينس تيومر. ببساطه خالص بنجيب ابره، والابره دي دلوقتي بقى احسن من ان احنا نخش عمياني، بقينا نخش بالسونار بس مش مكتوب عندكم، ونبدا نشفط من هذا التيومر. طبعا نخش الابره نقعد نكسر كده اللي بيعملها الباثولوجيست، بنخش بالابره ابره عاديه ونقعد نكسر كده فكانت اتفتت، نشفط نشفط، فطبعا بتطلع نقطه ما بنشوفهاش، حاجه كده زي الميه. فعلا خدت حاجه او خدت او حاجه، بعد كده بتروح فاردها على السلايد وتصبغها وتبص عليها. ده اسمه سيتولوجي. اسمه ايه؟ يعني سيتولوجي الخلايا. السيتولوجي 5 ليتر اسبيريشن سيتولوجي ده كله قصته يقول لك ان الليجن ده بينايم ولا مليك. فاهمين ولا مش فاهمين؟ لكن ما يقولكش نوعه، صعب قوي ما يقولكش، وما يعرفش في كل الحالات يفرق من البينايم والمليك. خلي بالك هو كان موضه وعندنا اسم السيتولوجي وانا من اول ناس اشتغلوا فيه، ولكن السيتولوجي ده دروباك لانه خادع جدا، فانت بتعتمدش فقط الا على الانابليزي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ واحنا ما بنشخصش بالهيستوباثولوجي والانابليزي، بنشخص بالباترن اوف الكونديشن. فبالتالي في حاجه اسمها كده. من الحاجات الثانيه اللي ممكن تشخص لنا تيومر في المعمل، حاجه بيسموها الفلويد اللي هو السميرز السيتولوجي. ازاي بقى حضرتك؟ في حضرتك مثلا واحد عنده اسايتس، تعرفوا اسايتس؟ بلورال انفيوجن، سينوفيال فلويد انفيوجن، الباب سمير، تعرفوا الباب سمير؟ كل ده بيجيب هذه السوائل. تعرفش الباب سمير؟ بتاع بابا نيكولا؟ باب سمير بتاع بابا نيكولا اللي عشان عمل الديسبليزيا وكارسينوما انزايتو. حضرتك بنجيب هذه الخلايا اللي موجوده في الفلويد او موجوده في البراش فرشه، بدل يستخدموا فرشه بدل حته الخشب اللي موجوده في اي حاجه، ونبدا نفحص الخلايا. فهو برده سيتولوجي. كان في واحد زمان اسمه روبنز، اسمه روبنز، النهارده قلت سيرته مرتين. كان في طبعه 2004 كتاب نزل في المقدمه بتاع الكتاب هذه الكلمه، هو اي خليه سرطانيه مش لازم يبقى فيها ميوتيشن ولا من غير ما يبقى فيها ميوتيشن؟ ينفع خليه سرطانيه ما يبقاش فيها ميوتيشن؟ اي خليه سرطانيه يبقى فيها حاجه اسمها اونكوجين. الاونكوجين دي يا اما ميوتيت بروتو اونكوجين لا تيومر سبريسور جين لا الكلام ده. ففي جهاز مكتشف من زمان اسمه الدي ان اي فلو سيتومتري. اسمه ايه؟ الدي ان اي فلو سيتومتري بيشوف الجينيتك ميوتيشن اللي في الخلايا. فعملوا كان في امريكا ان احنا بدانا نشوف شويه سرطانات وندخلها في الجهاز ده، ندخل خليه واحده منها، فالجهاز يديتكت الدي ان اي ميوتيشن اللي فيه في كل جنايه فيه، وبعدين ياخد هذه الداتا يسجلها في هب. تعرف لك ده حاجه اكبر من الكمبيوتر اللي بيشغل السيرفرات والكلام ده، كميه معلومات رهيبه. وبعدين انا عاوز اعرف نوع سرطان، فاروح جاي واخد خليه من هذا التيومر بس خليه واحده، واروح حاططها في الجهاز، فالجهاز يشوف الدي ان اي ميوتيشن اللي فيها ويقارنها بين البيز انفورميشن اللي محطوطه او متخزنه في الهب. ايه رايكم في هذا الكلام؟ ده روعه، ده كده حولنا الباثولوجي لكلينيكال باثولوجي. وراح قال لك ان ذا ارت اوف هيستوباثولوجي ويل بي ان ذا سايت. لاحه في الافق، خلاص مش هيبقى فيه باثولوجيست، لان حضرتك كده هيبقى العمليه ماشينري. فاهمين اللي انا بقوله؟ مفيش. الدي ان اي فلو سيتومتري بيشوف الابنورمال دي ان اي كونتنت بتاع الخليه. وفعلا في سنه حاجه 2005 جبنا الجهاز ده، والجهاز ده متصور عندنا في القصر الفرنساوي، اشتريناه ولم يستخدم لحد 2009. اه والله ما حدش استخدم. كان ناقص كده حاجة اسمها تيشولايزر. تيشولايزر ده 200 جنيه. اه الجهاز كان تمن 4 مليون دولار. التيشولايزر ده حاجة عشان لما تاخدي حتة من التيومر عشان تعملي منها خلية هو بيكسرها لك الخلية.
المهم جبته يعني قلت اجرب بقى اجرب ايه الحلاوه دي. ولا بقى مايكروسكوب ولا سنست ولا باليسيدنج ولا نصبغ ولا نيل ونطلع حاجه حلوه. قلت اجرب الاول على حاجه نورمال عشان اتاكد كنترول. خدت حته ودنه من صباعي كده وحطيتها في التيشو الاسود ورحت حقنها في الجهاز يطلع نتائج كارسينوما بيبرست. قلت لا الموضوع ايه ده. قلت له شويه بلاست فاهمين حاجه ورحت حاق كانسر سيرفيس. ايه الكلام ده كداب ايه اللي بتقول لك بصراحه فوجئت يعني الصوت مش شغال. قلت لهم يا جماعه الجهاز اللي عندنا بيكذب طلع اي كلام. قلت له انت ما عرفتش اللي مكتوب عليه. قلت له قال لي في الريسيرش بقى بس قول. قلت له يعني ايه يعني؟ قال لي ما دي النسخه القديمه اللي زمان حضرتك بتوريه وده كل النتائج اللي تحته اثبتت ان هي خاطئه تماما. قلت له طب نعمل ايه يعني؟ قال لي دلوقتي في نسخه احدث. النسخه الاحدث دي نسبه الخطا فيها 80% اقل منه. فاهمين؟ وبرضه فور ايفالويشن فحضرتك اتبرعوا لنا عشان نعمل لكم حاجه احدث. ولم يستخدم. الدي ان اي فلو سيتيومتري ليس له اي علاقه بتشخيص التيومر نووي. يعني الدي ان اي فلو سيتيومتري الناس متخيله كان زمان روبن سافاندي والشله دي كانوا متخيلين ان اللي بيحصل جوه الخليه جي 2 3 4 اللي بيتضرب. لقوا ان الهيومن سيلز ار ميديتور اوف ميديتور. يعني لما يتضرب جنايه فالثانيه بتتضرب فالثالثه بتتضرب فالرابعه. فاهمين اللي انا بقوله؟ فبالتالي بيحصل تريليونز اوف ميوتيشن. اكتر من قدرة اي جهاز كمبيوتر مخلوق دلوقتي ان هو يقدر يقارنها مع التانيين. حد فاهم حاجة؟ ما ينفعش تكنيكالي ما ينفعش هذا الكلام اللي هم كانوا متخيلين. ففشل المشروع على مستوى العالم كله. ده بس بنقول لكم ده اللي ساعد في بعض التيومر. احنا ندور لو احنا عاوزين ناكد ندور على جين ميوتيشن معين لكن غير كده لا. فمحدش يفرح قوي بالدي ان اي مرزوع عندنا من 2006 بالفرنسات وانا مصوره ولا بيعمل اي حاجه خالص. ولو حد فيكم عاوز يجرب باخده مره او ناخد له حته من جلده لما طلع كانسر سيرفكس انا ما اعرفش حاجه. كل ده زي الفل. اللابوراتوري دايجنوز اوف كانسر كاتيجري ايه؟ زي البايوبسي زي الفاين نيد زي الفلويد سيتولوجي زي دي ان اي فلو سيتومتري. اخر شيء ممكن نشخص بيه حاجه اسمها التيومر ماركر. اهدوا بقى معايا عشان دي عاوزه فهم شويه. التيومر ومش كلها عليك هقول لكم عليكم ولا اللي فيه في حد حضر المحاضره دي؟ لان احنا دي اللي يشرح الكلام ده يقول لهم يحدد لهم الكلام معين ده بيجي في الامتحان. التيومر ماركر هي تيومر درايفد او اسوشيتد مولكيول مش فاهم. يعني دي حاجات لا الخليه بتفرزها المالجنت او التيومر سيل لا اما موجوده جوه الخليه. تيومر درايفد يعني طالعه من الخليه او اسوشيتد يعني في الخليه. مولكيولز مواد سبستنس. هذه المواد لو كانت كميتها كبيره فالفرز في الدم فاحنا بنشوفها في الدم بنشوفوها في الدم مش احنا اللي بنشوفها بتوع كلينيكال باثولوجي دي بيسموها سيرم تيومر ماركر. بتتقاس في الدم بالفلو مش بالبي سي ار والحاجات اللي انتوا عارفينها الجديد اللي انتوا خدتوها. تعرف حاجه اسمه كده بس مش بتعرفوش مين اللي مين الدكاتره اللي بيعمل صوره الدم ويشوف الاورجانيزم يعمل الكالتشر ومين دول بتوع مين مايكرو مين مايكرو مايكرو بيولوجي هم يدرسوه ولازم يدرسوه لكن مش هم اللي بيشتغلوا كلينيكال. ده اسمه كلينيكال باثولوجي. فاهمين؟ اللي يقول لك عاملين الكلام ده قول له حضرتك فين بقى فين الحالات بتاعت المستشفى النهارده عشان ابص عليها. بتخشوا اسم المايك بتلاقوا في عيانين جوه وجايبين معاهم حالات وبيسحبوا لهم عينات والكلام ده.
شغل مخك يعني شغل احباب الله معني. من اهم الفروع في الطب هي البارا والمايكرو. بارا ما بيدرسوش بارا ومايكرو عشان تبقى عارفين. في الدول الاوروبيه والمتقدمه مفيش بارا ومايكرو في الطب. الله فاهمين مش فاهمين؟ مايكرو بيولوجي تبع الباثولوجي حضرتك، لان هو الاميونو باثولوجي والمايكرو بيولوجي بيتحطوا تبع الباثولوجي. فده احنا بندرس كل البكتيريا الانفكشن طبعا. طب ضيع الحصه واستاهل. انا بس عاوز اعلمكم معلومه عشان ما حدش يضحك عليكم. حضراتكم التيومر ماركر لو طلعت في الدم واسناها في الدم دي اسمها سيرم تيومر ماركر. اهميتها ايه؟ اهميتها دايجنوزس اند فولو اب. ايزلي دايجنوزس اند فولو اب. في بعض التيومر وهي بتتكاثر تفرز مواد تزيد في الدم. على الاقل تحفظوا لكم اربعه. من السيرم تيومر ماركر في حاجه اسمها سي اي اي كارسينو امبريونيك انتيجين. الكارسينو امبريونيك انتيجين واحد. الكارسينو امبريونيك انتيجين ده حضراتكم بنشوفه في تيومر اه. بنشوف الكارسينو امبريونيك انتيجين في معظم انواع الابيثيريال تيومر بالذات الكولون والاستومك والبريست. في سيرم ماركر تاني اسمه الفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين بنشوفه في الهيباتو سيلولار كارسينوما والجيرم سيل تيومر. جيرم سيل زي الاوفر وتكس. في تيومر ماركر سيرم اللي هو البي اس اي بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين من اسمه بيزيد في حالات البروستات. وكمان في البروستات بيزيد في الدم الاسيتوستاتين. ده نورمال البروستاتيك سيل بتسكريت اسيتوستاتين. في السيرم ماركر كمان سي اي كارسينو كارسينيك انتيجين على طول مش امبريونيك سي اي 125. سي اي 125 بنشوفه في حالات الاوفاريان كانسر سيرفيس ابيثيليوم. في سي اي 19.9 ده بنشوفه في حاجات كتير قوي بالذات في حالات الكولون ادينو كارسينوما. نعم مين ده؟ سي 125 سي 125 اس اسوشيتد سيرفيس ابيثيليال اوفاريان مارك تيومر. بس يعني لو هي تيومر بناين مالجننت بوردر لاين اي حاجه بيعلى. فالسيرم ماركر هدفها ايزلي دايجنوزس. يعني بدل ما اخد عينه وافتح بطنها واشيل هعمل لها عين الدم وابعتها للكالكوليتر الباثولوجي فيقول لي والله السي اي عالي فقلت احتمال عندها اوفاريان كانسر. والاهم منها الفولو اب. يعني ايه فولو اب؟ واحده ست كان عندها فور اكزامبل كانسر كول او راجل كانسر كول. فمفروض في كانسر كول اللي بيزيد مين؟ في 19.9 مثلا. فحضرتك قبل العمليه لقيته عالي جدا طبعا ما بشيلش عليه. خدت بايوبسي ولقيته ادينو كارسينوما فشلت الكول. اتوقع بعد العمليه المفروض ان هو جاي لقيته في الدم فعلا قال. ولكن بعدين فتره لقيته عالي تاني مش رجع في ميتاسكال مبعود. فبالتالي بدات تفرز مره ثانيه. فاحنا بنستخدمه عشان ايزلي دايجنوزس اند فولو اب. لان النوع الثاني من التيومر ماركر بيسموه التيشو تيومر ماركر. التيشو تيومر ماركر دي احنا بنديتكت في التيشو اللي بيعملوها بقى بتوع الباثولوجي احنا بتكنيك اسمه اميونو هيستوكيمستري. ازاي؟ اوريكم التكنيك. بيبقى عندنا حاجه اسمها البرايمر والتكنيك مش عليكم عشان تبقوا عارفين. اي خلايا من خلايا جسمنا النورمال بنروح حقنينها في ارنب حمار. هو طبعا ما بتعملش كده. فيكون ضدها انتي بودي ده بيسموه مونو كلونال. تعرف ايه مونو كلونال؟ يعني ما يلزقش الا في الانتيجين اللي موجود في هذه الخلايا. بعد ما بنروح حضرتك ما يتكون جوه الدم بتاعه هذا الانتيجين نذبحه وناخد دمه ونفرز هذا المونو كلونال انتي بودي ونشرب فيه ماده ملونه. فلو عندي تيومر انا مش عارف ده ايه. مش عارف ده ايه يعني اصل الخليه مش عارف ده بنان ولا مالجن. ساعتها اقعد احط عليه برايمري اللي هيلزق فيه يقول لي اصله. فبيسموا دي تيشو تيومر ماركر. التيشو تيومر ماركر دي بتقول لي اصل الخليه الان ديفرنشيتد تيومرز
ولازم تعرفوا اتليست الاكزامبل اللي هقولها او الاربعه. كل الكارسينومز بيبقى فيها السيتوكيراتين سي كي ده الانتج اللي موجود او الانديتيريا ميمبرين انتج ايما. كل الساركومز بيبقى فيها ديزمين وبايمنتين. كل اللوكيميز بيبقى فيها ال سي اي الليوكوسايتس اللي هو الكومن ليوكوسيتيك انتج. الميلانوما لازم تعرفوها لان احنا خدناها. ايه الماركر اللي يقول لك ان دي ميلانو سايت ال اتش ام بي 45 في حاجه اسمها الميلان ايه والمارك ايه حاجات كتير قوي. انا هقولهم كلهم عندي شغل لكن انتوا تحفظوا اربعه بس. مين اللي بيقول لك دي كارسينوما؟ مين اللي يقول لك دي ساركوما؟ مين اللي يقول لك دي لوكيميا؟ يكفيكم ذلك مع الميلانوما لان حضراتكم في حاجات تانية كتير. كل الجلايال تيومر بيبقى فيه حاجه اسمها جي اف بي اي جلايال فايبريلاري سبيسيفيك بروتين. النيورو اندوكراين بيبقى فيها حاجه اسمها نيورون سبيسيفيك ريليز. الميزوثيليوم اللي انتوا ما تعرفوهاش بيبقى فيها كلاريتين ان اتسترا اتسترا. لو قعدت اقول لكم في 3000 تيشو تيومر ماركر ولكن عاوز استرس على حاجه. هل التيشو تيومر ماركر تقول لي ده بيناين ولا ده مليكن؟ دي ناس غبيه يقول لك بتوع الباثولوجي دول عندهم صبغه كده اسمها تيومر ماركر. الصبغه دي في منها لون بيزحلق ولون محلق يروح حاطينها على الشريحه. لو انت بتزحلقي يبقى بيناين. انت بتمحلقي يبقى مليكن. التيومر ماركر ما تقلقش ده بيناين ولا مليكن. لان لو حطيتها على النورمال سيل هتمسك فيها. فاهمين ولا مش فاهمين؟ التيومر ماركر مش الوان هو لون واحد بيبقى بني اسمه ده. ده بيقول لك اصل الخليه في الاندفرنجيت تيومر عشان تحدد لها العلاج. فاهمين اللي انا بقوله؟ كان استخدام لها بتدينا فكره عن البروجنوزس. ليه؟ لان احنا بنستخدمها عشان تديتكت الريسبتور. الريسبتور دي هنشوفها ازاي؟ في اي واحده ست نوى دي باروتين بيجي لها سرطان ثدي بعد ما تشيل البريست ونروح حاطين مقطعين شرايح ونعمل لها اي ار وبي ار وهيرت نيو. هيرت نيو ده حاجه بيسموه ميتاستاتيك ماركر يعني لو موجود يبقى في ميتاستاتيك. هتبعت ميتاستاتيك لو طلعت اي ار وبي ار فاصل دي معناها ان هي هيرت نيو نيجاتيف على طول. يبقى معناها البروجنوز ايه؟ فاصل وهيرت نيو نيجاتيف زي الفل. يعني نشيل لها الاوفري ونديها انتي استر. لو العكس يبقى الله يرحمها. هو اللي انا بقوله ملهاش اي علاج تماما رغم ان هم عملوا حقنه اسمها ال 60 وهذه الحقنه ثمنها حدود 20,000 جنيه ولكن العينه هتموت طبعا. اتفقنا؟ نعم. لو واحده ست لقينا اي ار وبي ار فاصل معناها التيومر بتاعها هرمونال ديبندنت. ما حضرتش احسن حاجه دكتور. ايه الفاكتور انفلونسنج بروجنوزز في التيومر؟ هرمون ريسبتور. الهرمون ريسبتور اللي موجوده ده بروجنوز حاجه وحشه. وحش ولو لقينا الجروس ريت عالي جروس فراكشن البروجنوز ايه؟ دلوقتي قلت حلو ليه؟ ما قلت لي وحش بس ما احناش فاكراها. ما دول اكتر غلطتين بيغلطوا فيها الطلب اللي هم في الباثولوجيست الهرمون ريسبتور ستيتس اند جروس فراكشن. وجود هرمون ريسبتور كتير معناها الهرمون ديبندنت. هتشيل الحاجه اللي بتطلع هرمون اديها الانتي هتخاف مش هيرجع. وجود جروس فراكشن كتير معناها جود بروجنوز. الباثولوجي از كوميوليت ده علم. لكن لما تيجي حضرتك تمسح مخ وتمسح شريط وتبدا من الاول مش هتبقى فاهم حاجه. وانا ما قلتش ان الهرمون الريسبتور البوست دي حاجه كويسه؟ طبعا. فلو لقيت ست عندها اي ار وبي ار بوست يبقى معناها هيرت نيو نيجاتيف يبقى البروجنوزس رائع. لكن لو لقيت العكس يبقى زفت. حضراتكم التيشو تيومر ماركر مش بتقول لك ده بنان ولا مالين. اول استخدام لها السيل اوف اوريجن الاندفرنشيتد تيومر. ثاني استخدام البروجنوز. طبعا هتلاقوا فيه اكزامبل ويقعد يقول لك ويشرح والكلام ده. تعرفوا المين كاتيجوري المين ماركر بتاعتها اول اربعه بلس تعرفوا المثال اللي انا قلته لكم الهيرت نيو والاي ار والبي ار. كده خلص الشابتر الانجليزي وفي بعدين شابتر تاني. الشابتر التاني ده حضراتكم انا مش عاوز منه غير باراجراف بس هقعد احكي كده كلام ملوش لازمه. في شابتر اسمه الراديشن. ليه بنعمل شابتر راديشن بعد شابتر الانجليزي مباشره؟ نعم. وانا هعاود الكلام دي مره.
انا قلت ايه؟ الاسترار الكلام هيخليني زيت. كل الامينو استيكيمس اللي عليه اروح اعمل كده. انا قلت الاكزامبل اللي عليه والمثال اللي عليه ده لذلك قال في المحاضرات بهذه الطريقه وما ينفعش يتقال الا كده. لكن هقعد بقى والاكزامبل. طب انا قلت كل الاكزامبل قلت كل المرة وسهل عليا ان انا اقولها. لكن احنا عندنا في الاسم في الجنرال باثولوجي والسيستميك مش طالبين من الطلبه غير اول اربعه اكزامبل الابيثيليوم والميزنكايما والليمفوسيتيك الليوكيميا والليمفومز. وفي عندنا الاكزامبل على البروجنوزس الاي ار والبي ار والهيرمونيوم. ما هو الدياجنوستيك ده احنا قلنا الاسماء الاولانيه الاربعه وعندنا بعد كده شرح البروجنوزس الاي ار والبي ار والهيرمونيوم بس والباقي مش عليك. راح قال لي والباقي مش عليك. طب والباقي عليك بقى. هروح اعمل كده. دي انا حذرت منها في الاول. هو الموضوع ده كاتيجري ايه؟ بي. مش مهم. اكيد مش مهم. اكيد مش مهم. هو اهم حاجه. سيبك من الباقي كله وذاكره. والهيرت نيوم مكتوب يا دكتور. الهيرت نيوم. يلا السؤال اللي معاه عشان احنا لو كلكم عليكم. لا مش بتكلم على ده. يلا. في حاجه اسمها راديشن. راديشن اللي دكاتره بنحطه لان ده السلاح الثالث او السلاح من واحد من ثلاثه لعلاج السرطان. طبعا الشابتر ده بيتكلمكم عن راديشن. الراديشن اللي دكاتره انواع. في حاجه اسمها الكترومغناطيك ويف ودي بتستخدم لعلاج السرطان زي الديب اكس راي والجاما ريز لان الجاما دي ريز. لكن البارتيكيليت ويف الالفا والبيتا لا تستخدم في السرطان في العلاج لان دي بتخرمك. دي بارتيكيليت مش ويف. العلاج بالاشعاع بيعمل ايه؟ ازاي بيشتغل؟ في نظريتين هو تو ميكانيزم. حضرتك لو اتعرضت للخليه بالالكترومغناطيك ويف زي الديب اكس راي بتستخدمها زي الجاما ريز بنستخدمها لاما يحصل حاجه اسمها دايركت او كاونتر اكشن. يعني الالكترومغناطيك ويف بتشتغل على الجينز بتاعت الخليه فتبوظها لاما ان دايركت لان هي بتقيل الميه فتكون هيدروجين بروكسايد H2O2 فدي الخليه يسموه ان دايركت او بويزنس اكشن. الخليه ايه اللي بيحصل لها؟ ممكن تموت، ممكن يحصل لها ديجنريشن، ممكن يحصل لها ديفرنشيشن يعني تصلح هي مالجنت تقلب بناين تقلب التكاثر. لكن خازوق ان هي ممكن تقلب لو هي بناين تقلب مالجنت. ودي قصه اكتشاف العلاج للاشعاع. تم اكتشاف العلاج للاشعاع صدفه في اليابان في هيروشيما في حته اسمها هوتشكين انستيتيوت اوف ليمفوما. حضراتكم اشهر السرطانات كانت موجوده في الاطفال الهوتشكين ليمفوما. الهوتشكين الليمفوما ده سرطان في الليمف نود. ده اشهر انواع الليمفوما. وكان في انستيتيوت معهد لعلاجها في هيروشيما. وحضراتكم بعد ضرب القنبله كان هذا المعهد بيبعد حدود 80 كيلو من موقع اصابات القنبله. فلاحظوا ان كل العيال اللي هناك اللي كانوا بيتعالجوا من الهوتشكين الليمفوما مش اللي لهمش علاج بعديها بحدود 20 يوم شهر ما ماتوش على 84 كيلو. كل العيال دول فرواش كده. فطبعا سقفوا للاشعاع. على فكره الهيروشيما دي كان ورا اكتشاف علاج الاشعاع 80. ولكن للاسف كل العيال دول بعد حدود 20 سنه لما خافوا من هوش الليمفوما كلهم جابوا لهم فابيلا للثيرويد كارسينوما. لان العلاج الاشعاع عيبه ان هو ممكن يجنن النورمال سيلز. عشان كده احنا ما بنعرضش للتيشو اللي فيه مشكله. توتال بودي راديشن ما بيحصلش الا في القنابل لكن بنستخدمه في العلاج ده. اللي يهمنا مش ده كله. اللي يهمنا من حيث استجابه الخلايا للاشعاع النورمال سيلز بتتقسم لثلاث انواع. يا اما راديو سنسيتيف سيل يعني تستجيب لجرعه اشعاع صغيره
واستجابه الخلايا للاشعاع بيعتمد على حاجات كتير قوي، الدوز ونوع الخلايا. لان نوع خلايا جسمنا على حسب قدرتها على التكاثر، فلو خلايا بتتكاثر بسرعه تستجيب لجرعه اشعاع كبيره ولا صغيره؟ كل ما الخليه تتكاثر بسرعه استجابتها للاشعاع عاليه. ايه الخلايا اللي بتتكاثر بالنسبه لنا بسرعه؟ اللابايت هي السيرفيس ايبيثيريال والهيماتوبيوتيك والجرم. في تيشوز في جسمنا محتاج جرعه اشعاع اكبر عشان تتاثر، دي اللي هي الستيبل سيلز. لكن في خلايا اكثر قلق بالاشعاع اللي هي البيرمننت سيلز والذات البون. يعني البون فيه كالسيوم، الكالسيوم بيمنع الاشعاع انه يوصل للبون. حضراتكم بالتالي ده بقى الجد، ده البرجرام اللي انا عاوزه. الريديو سنسيتيفيتي اوف ذا تيومر، بنقسم حضراتكم الريديو سنسيتيفيتي للتيومر يعني قابليه علاج الاورام بالاشعاع لثلاث مجموعات. في تيومر في جسمنا اسمها ريديو سنسيتيف تيومر، اسمها ايه؟ يعني ريديو سنسيتيف تقتل بكميه اشعاع لا تكفي للتاثير على النورمال سيلز، دي يسموها ريديو سنسيتيف. فبالتالي اول لاين لعلاجها هو الاشعاع، تعالج الاشعاع من غير سيرجري. اشهر طبعا دي هتبقى طالعه من اي خلايا؟ من لاباي. فمعظم الليمفومز الجيرم سيل تيومرز، جيرم سيل تيومر اللي في الخصيه والمضاي، دول بيتعالجوا بالتيومر، بيتعالجوا باي راديشن. الجواب في الام سي كيو ويتش اوف ذا فولوينج تيومر از راديو سينستر؟ راديو سينستر ليمفوما اند جيرم سيل تيومر. لان في عندنا تيومر على الراديو ريسبونسيف، يعني ينفع نعالجها بالاشعاع ولكن محتاجه جرعه بس بتاثر على بعض النورمال سيل. فبالتالي العلاج في الاشعاع فيها بيبقى مكمل، مكمل يعني بيستخدمها بعد الجراحه زي معظم الكارسينومز. تعرفوا الكارسينوم اللي هو المالجنت ديفيجن؟ حضراتكم زي سرطان الثدي، بعد ما نشيل البريست نعرض سرطان المكان ده لراديشن عشان لو لسه في شويه مالجنت سيلز تموت، فدي سموها راديو ريسبونسيف. بنستخدم الاشعاع سكند لاين يعني بعد الجراحه نكمبليت، نتاكد ان مفيش مليجن سيلز بتعرضها للاشعاع. لان في تيومر في جسمنا على الراديو ريزيستنت. يعني ايه راديو ريزيستنت؟ لا يمكن استخدام الاشعاع في علاجها. اشهر هذه التيومر الساركومز والمالجنت ميلانوما، الميلانوما العاديه اول الساركوما لانها ديب سيتد، فبالتالي هتحرق اللي قبليها، وعشان تستجيب محتاج جرعه اشعاع عاليه جدا تموت بيها الخلايا. فاي ساركوما ما بنعالجهاش بالاشعاع، اي ميلانوما العاديه. لكن في ميلانوما بتعالج بالاشعاع بالسلس الاميلانيتك ميلانوما. فهمتوا حاجه من اللي انا قلته؟ بيجي لكم في الام سي كيو which of the following tumor is radio sensitive؟ واحد ليبوساركوما، اثنين ميلانوما راديو سنسيتيف، وعاوز مين؟ راديو سنسيتيف. ثلاثة ادينوكارسينوما، أربعة مالجنت تيراتوما. ما جرب التيراتوما جرب، انتوا بتفكرون بيريلوا؟ هروح جايب لك جرم سيل تيومر لمفومة هلعب معاك. فهمتوا يعني ايه؟ فالباراجراف مش بتحفظ، الباراجراف بيتفهم. وانا فسرت ليه هذه الخلايا بتبقى استجابتها اعلى من الخلايا الثانيه. فلما ما بجيبلكش الكلام نصا، بدل ما اقول لك ساركوما اقول لك ليبوساركوما اوستوساركوما، فاهمين اللي انا بقوله؟ والعب لك الجيرم سيل تيومر. ايه الجيرم سيل تيومر دي؟ انتوا ما خدتوش الوقت الا الجيرم سيل تيومر اللي هو التلاتوم، لان بعد كده هناخد زي السيمينوما زي الجيرمينوما زي كل دول، ولكن جيرم سيل تيومر اللي انتوا خدتوها كراتوم. فهمتوا حاجه؟ بقيه الشابتر طبعا اكتبوا عليه قراءه رشيده ولا يقرا، لان حضراتكم ده بقى ان شاء الله احنا لسه ما ضربناش بالقنابل النوويه، ان شاء الله هنضرب قريب ان شاء الله. اللي بيتكلم عن عندما تعرض التيشوز للاشعاع. حضرتك اي تيشو تعرض للاشعاع يعني انتوا بتعرفوا كل ده كان في الايه؟ بيحصل انفلاميشن، بعد كده بيحصل
للترومبوس او ممكن يحصل تيومر وامسكها اورجان اورجان بعد عجل يحصل ريجن درماتيتس بعد شويتين ممكن يحصل اكسر وبعد كده ممكن يحصل انواع سرطانات على البون مارك يبدا يحصل ابلاس وطبعا انت بتقسم التوتال بودر راديشن على حسب الراد الرادي واحد قياس الاشعاع لو تعرض لكميه قليله كميه متوسطه او الاورجان بتتاثر في جسمنا بكميه صغيره بيبقى البون مارك بعد كده هو اللي ماتوا في الاسنان بعد كده بنخش في الجي اي تي بيبدا ينزل من كل حته بعد كده بنخش في السي ان اس شمال السي ان اس ده ريديو ريزيست فلو وصلت لدرجه اشعاع عاليه جدا بيحصل سي ان اس سندروم بيبدا يحصل اديما ويحصل كونفالجن وكوما ويموت هتشوف الحاجات دي ان شاء الله عمليا بضرب القلب الاولي ان شاء الله فبالتالي ده مش طبي يعني ده كلام على الراديشن اللي انا عاوزه في الراديشن بعد رقم اسمه ريدنس اسبكت كده خلصنا شابتر الراديشن طبعا الوقت عندي لوكيميا اللوكيميا من اكتر حاجات بتساعد الاشعاع في حاجه عندنا يا دكاتره لازم احضرها النهارده اسمها الديس اوردر اوف بلاد فلو الديس اوردر اوف بلاد فلو شابتر مهم ولكن مش الشكل الوحيدة اللي انتم تعرفون الدرجة خاصة الديسورد لو كانت له هاكم منها موضوع واحد فقط النهاردة في حاجة اسمها الهايبرينيا والكونجيشن الهايبرينيا والكونجيشن على فكرة بس عشان لو في حد يبقى من كتب قديمة الكونجيشن كان اسمها زمان باسيف هايبرينيا يعني ايه هايبرينيا؟ هايبر يعني كتير بينيميا يعني؟ لا نورمالي الفيسلز اللي موجوده في الجيش هي الكابيلري والكابيلري واقعه ما بين ارتريول وما بين فيول تعرف المعلومه دي الهايبرينيا احنا خدناها قبل كده الهايبرينيا هي لوكال انكريس اوف ذا بلاد ديو تو اكتف دايلاتيشن اوف ارتريولز ارتري وارتريول يعني دم مؤكسد كتير دخل في الكابيلري فالكابيلري اتملت دم مؤكسد اكتر من السحب من البنيون ويحصل مثال على الهايبرينيا انفلاميشن حتى المنتهيه بتبقى حمراء دي هايبرينيا انا علمتكم زمان في الانفلاميشن الدايتيشن بيبقى فيه الارتريول اكتر ولا الكابيلر ولا البنيون دي الارتريول يعني في مصر العقل لان في حاجه بقى تهمنا هنا اسمها الكونجيشن الكونجيشن هو الاحتقان وليس الاحتقار كان في عيانه بتجيلي زمان لما كنت في الجي بي كنت جي بي يقول لي الواد ابني عنده احتقار في الزور او لا احتقار احتقان يقول له احتقار انت اللي مش عارف اقول له احتقار ابنك عنده احتقار مين اللي محتقره المهم الكونجيشن كان اسمها زمان باسيف هايبريد الكونجيشن هو احتقان يعني احتقان الكونجيشن هو باسيف كانوا بيسموه زمان باسيف باسيف دايلاتيشن اوف فينيول الفينيول هيوسع ليه؟ ومعظم الأحيان بسبب passive obstruction of veins يعني الفين حاجة سدتها الدم من الفينس مش عارف يخرج فالفينس بتنفخ سينا دم غير معكس فزادت النفخ في الكابيلر والفينيون أو بسبب increase الفلو يعني الفلو اللي داخل أكتر من الفين عارف يطلعه فبالتالي يتحول فينس بلاك الكونجيشن الاحتقار ملخصه اللي بيزيد دم غير مؤكسد سببه او هو باسيف دايلاتيشن اوف فينيولز اند فين بسبب لما باسيف اوبستراكشن اوف فينز بس يعني ما حصلش كونتراكشن للمصر حاجه سدت حاجه ضغطت عليه من بره لا اما حضرتك انكريز الفلو لان حضرتك الكونجيشن هو موضوع الكونجيشن بنقسمه لنوعين كبار لا لوكالايزد يعني في حته جنرالايزد الجسم كله لان كل واحد منهم بنقسمه اكيوت وكرونيك يبقى عندنا كام نوع من الكونجيشن اربع انواع اول نوع هيبقى اسمه اكيوت لوكال فينس كونجيشن الاكيوت لوكال فينس كونجيشن اللي اكتبوا عليه كاتيجوري نظري فقط حضراتكم لعلي لاقاكم بعد يومي هذا كلمه اكيوت في حاجه غير انفلاميشن يبقى سببها sudden complete
كلمة كرونيك في حاجة غير inflammation يبقى سببها gradual incomplete. كلمة acute في حاجة غير inflammation يبقى سببها يعني اجي اقول لك acute abscess السبب ايه؟ تقول لي السبب is complete لان الابسس ده inflammation. فاهمين ولا مش فاهمين؟ كلمة acute في حاجة غير inflammation تساوي sudden complete. يعني كلمة كرونيك في حاجة غير inflammation تساوي gradual. ايه سبب الأكيوت local venous congestion؟ استخدم كلمة أكيوت هتحولها لإيه؟ sudden complete occlusion of a vein. vein نسده بشكل كامل ومفيد. vein نسده بشكل كامل ومفيد. تفهم معايا؟ حلو. لو عاوز اسد أنبوبة أو vein انا هيمر علينا الموضوع ده كتير. لو عايزين نسد انبوبه او فين بشكل كامل ومفيد بنتبع نظريه اسمها نظريه صباع المحشي. انا اللي مكتشف هذه النظريه. نظريه صباع المحشي. على ماذا تنص نظريه صباع المحشي؟ اللي انا بقوله لكم ده جوهر الريليف. الدكتور جابر علي طب السرطان ديليشن صباع المحشي وحصاري حاجات مختلفه. لو عاوز اسد انبوبه بشكل كامل ومفاجئ بتبع نظريه اسمها نظريه صباع المحشي. فكر في حاجه تيجي في اليوم فتسد اليوم، او فكر في حاجه تيجي في الامول فتسد اليوم، او فكر في حاجه تيجي من بره فتسد اليوم. كانك ماسك صباع المحشي، اللي جواه اللي في النص اللي بره. وتشغل نفسك زي الفل. طب غطرت الموضوع طبعا. لو جيت قلت لك ايه سبب الاكيوت لوكال فينس كونجيشن؟ ها؟ كان عاوز يسد هنا مين؟ فين؟ ايه اللي ينفع يجي في اليوم بتاع الفين ويسده؟ ترومبس. مش عارف اسمها ايه في الفين؟ ايه اللي يجي في الوول؟ ايه اللي ينفع يجي في الوول وفين؟ ليجتشر. تعرف الليجتشر؟ كتير جدا اما بييجوا يعملوا عمليه هرنيا او هرنيا بتاعت يبقى في الفيمورال فين تحتيهم او الارض. بس هنا الفين يروح داخل بالغرزه عشان يربط الساك، يروح مدخلها في الوول ويروح قاعد. فالعاد ده يجي له اكيد لوكال فينس كونجيشن بريجن ليجتشر يعني غرزه. طب ايه اللي يجي من بره؟ حاجه تضرب سترانجليشن. السترانجليشن هي الاختناق، ولكن بيقولوا عليها اختناق الامعاء. بس انا بشرحها لكم بعد شويه. لو عاوز تسد انبوبه بشكل كامل ومفاجئ بتتبع نظريه اسمها نظريه على مدى النص. طب انا هطبقها على موضوع هناخده في السيستم. ايه اسباب الاكيوت اوبستراكتيف جونس؟ ايه اللي ينفع يجي في الكومن بال دايجنوز ده؟ شوف بيشغل مخك على دول. دي ما قلتش ثرومبس تبقى احمر. في ثرومبس في البايب يبقى اسمها ستون. طب في الاول نفس اللون. انت حاجه ما تنسوش. ليجتشر من بره كانسر بنكرياس اتسترا. حضرتك الأكيوت لوكال فينس كونجيشن سببه كلمة أكيوت تنزل صادق انكمبليت اوكلوجن اوف فين. ايه اللي يسد فين بشكل كامل ومفاجئ؟ واحد في اليوم ترومبس في الوول ليجتشر من بره سترانجليشن. يعني ايه هنشرح بعدين؟ المشكلة يعني لو قفلنا فين بشكل كامل ومفاجئ ده حتى حلو، ده مش حلو. لو قفلت فين بشكل كامل ومفاجئ الضغط جوه الكابيلا هيزيد ولا ايه؟ هيزيد فيرشح ميه كده بسمع إديمة. بعد شويه يزيد قوي فتنفجر ويحصل هيمور في بعض الحتت. بس الضغط هيزيد قوي لدرجه ان الارتيريال بلاد مش هيخش فتموت الحته دي. دي يسموها فينس انفاركشن. مش في كل الجسم، في حتت معينه اللي لها سنجل فينس برانش. ايه هي؟ نقولها بعد حضراتكم. الايفكت اوف اكيوت لوكال فينس كونديشن ثلاثه: إديمة وهيمور جويز فينس انفاركشن. فيري رير ونشرحها بعد كده. لان في حاجه ثانيه الاهم، حاجه اسمها كرونيك لوب فينس كونجيشن. يلا ايه الشطاره اللي هيقول لي سببه؟ كلمه كرونيك في حاجه غير انفلاميشن تنزل. This is gradual incomplete occlusion of pain. ازاي بقى ست مين بشكل غير كامل وغير مفاجئ؟
examples. لازم تعرف الأربعة examples اللي عندي. أول example على pregnancy. أي ست حامل اليوترس بتاعها بيكبر ولا بيصغر؟ فبيضغط عليه. بين بين بين. اليوترس بيكبر مرة واحدة ولا جرادلين كومبليت؟ جرادلين كومبليت. فعشان كده بيضغط على البيت بالبيت. فالست تبدا يحصل لها دوالي. ليه رجليها تضغط؟ رجليها بوازير. ده طبيعي. أي ست حامل رجليها دوالي ورجليها تورم ويحصل لها بوازير. لان يبقى عندها كرونيك لوكال فينس كونديشن. لان هنا الضغط على البيت بالبيت بشكل غير كامل وغير مفاجئ. اثنين في حالات الليفر سيروزس او فايبروس. تعرفوا حاجه اسمها سبورت سيركيليشن؟ ما هي الدورة البابية؟ الدورة البابية البوركال فين هو التقاء الاسبلينيك فين مع السبير بزنتك اللي يعملوا بوركال ويخش جوه الكامل يتفرع ويطلع هيباتيك فينس. لو عيان عنده ليفر سيروزس، تعرف ليفر سيروزس؟ الريجنريشن ديول والفايبروزس بيضغطوا على الانترا هيباتيك بوركال فين. لو عيان عنده ليفر فايبروزس بسبب الاريسيا الفايبروز بيضغط على الانترا هيباتيك بوركال فين. فهل الدم اللي جاي جوه البورتال فين هيعرف يعدي؟ فيزيد البريشر جوه البورتال فين؟ ليس البورتال هايبر بريشر. ويحصل كونجيشن اوف البورتال سيركيليشن. ايه اللي هيحصل؟ الدم اللي جاي من السبلين هيعرف يعدي؟ فالعيان هيحصل له سبليوميا. وعشان كده البلهارسيا كانت بتعمل ايجيبشن سبليوميا. طيب الدم اللي جاي من الانتستين هيعرف يعدي؟ فالعيان يجي له كونجيشن اوف سبلانكريك اريا. يحس باحتقان لما ياكل، يحس انه مش مرتاح في الاكل. الدم اللي جاي من البرتينيوم هيعرف يعدي؟ فالعيان يجي له ماسايتس. بس لازم الدم يعدي. طب يعدي ازاي والباب مقفول؟ بورد سيستميك انستموزيس اللي موجوده فين؟ لور اند اوف اوسوفيكس. في اللور اند اوف ريكتر. وموجوده كمان اراوند امبيكس. فاهمين انا بقول؟ اول سبب للكرونيك لوكال فينس كونجيشن از بريجننسي. ثاني حاجه ليفر سيروزس اند فايبروس. ثالث لو عيان عنده ميترال ستينوس. تعرف يعني ميترال ستينوس؟ اول تعرف القلب ولا تعرفوش؟ نعم الاول انا عارف تقعد تقول احنا ومننا ما يعرفوش حاجه. القلب اربع حجرات وزينين فوق وبطنين تحت. والصمام ما بين الرايت والرايت اسمه ترايكاست في ار ودي. والليفت والليفت مايترال مايترال ال دي. هتفهم حاجه؟ لو واحد عنده مايترال ستينوس ما بين ايه وما بين المايترال؟ ما بين الليفت والليفت، صح كده؟ حلو. يبقى ساعتها الدم اللي جاي من اللنج هيعرف يعدي؟ فاللنج يتحوش جوه فالمونري ها فينس فالمونري كابيلري فالعيان يجي له لنج كونديشن. طيب لو عيان عنده ليفت سايد هارت فيلير ليفت فنتريكولار فيلير يبقى برضه الدم اللي جاي من اللنج هيعرف يعدي؟ فيتحوش برضه فاللنج غير فاللنج كونديشن. حضراتكم كرونيك لوكال فينس كونديشن لحد دلوقتي له كام سبب؟ واحد بيحصل كونديشن فين؟ في اللور ليفز. اثنين بورتال اند سوري ليفر سيروز اند فايبروس بيحصل كونديشن فين؟ بورتال اريا. حضراتكم لو واحد عنده فايتال ستينوس او ليفت فنتريكولار فيلير يحصل له فين؟ في البالمونري سيركيليشن. يس. ايه المشكله يعني ان واحد يجي له كرونيك لوكال فينس كونديشن؟ نفس الحاجات بتاع اللي فات. مش الضغط جوه الكابيلاري هيزيد؟ يفتح الاول ميه فيحصل له ايديم في ست رجليها تحتاج الرئه بتاعته اسايتس. نمبر 2 هامر. بس ده مش كومن لان عمر الضغط ما بيزيد قوي. ثلاثة ما ينفعش يحصل انفاكشن. ليه بقى؟ لان بدلها الوقت لما يحصل كونجيشن ويقعد فتره سرعه الدم بتزيد ولا تقل؟ تقل. ماشي يا بنت تاخدوا معايا ان شاء الله الحصه الجايه. لو قلت سرعه الدم ممكن الدم يتجمع فيحصل ثرومبوز. طيب ايه كمان؟
حضراتكم بسبب الحاجة التانية دلوقتي طب بيحاول الدم ان هو يعدي فيبدأ يحصل حاجة اسمها opening of collateral اللي هي البول سيستميك انستوزيس. طب ما هو الضغط هيفضل عالي لفترة طويلة فيبدأ هذه الفينس تبقى دايليتد ورينجيتد وتورشس فيحصل فاريكوستي زي اللي انتوا قلتوها بتسجل الكابوت ميدوزا زي حضراتكم اللور ليمب فاريكوستي. حضراتكم مين اكتر الاكيوت لوكال ولا الكرونيك لوكال؟ الاكيوت طبعا يعني الكرونيك لوكال بيبقى فيه وقت. حكايه الفاريكوستي وحكايه الاوبننج اوف كولاترال كل الحاجات دي بروتكتيف ميكانيزم عشان البين ما ينفجرش عشان ما يحصلش الهيموريج. انتوا حاجه من اللي بقولها بس طبعا من هنا ممكن يحصل. حضراتكم خدت كام نوع دلوقتي من الالكول للشم؟ اثنين. واحد اكيوت، اثنين كرونيك لوك، ناخد ما قبل الاكل. كونجيشن اسمه كرونيك جنرال فينس كونجيشن. سوري في الاول اكزامبل اشهر اكزامبل على اكيوت لوكال فينس كونجيشن هو اللونج كونجيشن. اكتب عليه كاتيجري ايه؟ كاتيجري ايه؟ نظري وجار وسلايد. اللونج كونجيشن حضراتكم ايه السبب اللي يعمل لنا لونج كونجيشن؟ لسه واخدينهم دقيقه واحده. واحد مايتر ستنوس او left ventricular failure. بروستي اوريكم صورتي. عندي صوره كروس عندي مايكروسكوب على طول هيرفع لكم الكروس. حضراتكم دلوقتي لو لانج واتمنع الدم ان هو يرجع منها ايرلي اللانج دي تكبر ولا تصغر؟ الدلتا عشان تحوش فيها دم. تبقى هيبي ولا لايت؟ ليه هيبي؟ دم اكتر. حضرتك تبقى ويت مويزت يعني ولا دراي؟ عشان بيطلع فيها ميه. فاهمين اللي انا بقوله؟ حضراتكم في الاول تبقى كبيره ولونها براونش فاهمين حاجه؟ ومليانه دم اللي هو غير مؤكسد اللي مش عارف يرجع. لكن حضراتكم ليتر اون ايه اللي بيحصل؟ بتفرع الكابيلا فيطلع منها مجلوب تحول للهيموسيدر تاكل الماكروفيج بس في النهايه مش قادره تاكل كل ده فالهيموسيدر يموت بعض الخلايا فتبدا تهيل باي فايبروس. فاللنج جروس دي بتبقى في النهايه بتوصل لمرحله اسمها براون انديوريشن. اسمها ايه؟ ليه براون انديوريشن؟ لان بيبقى لونها براون. ليه براون؟ هيموسيدر. طب وليه بتبقى انديوريت ناشفه؟ عشان الفايبروس. لان تحت الميكروسكوب السي بي سي لانج بتشوف هذا الدياجرام. ايه اللي بيحصل؟ ايرلي بنلاقي ان البالمونري كابيلاريز ار كونجستد ار ايه؟ منفوخه دم وتلاقي الوول بقى تخين لان طلع ميه وتلاقي الانتر البلر سبيسز الالبلر سبيسز فيها ايه؟ فيها ترانسليت الميه اللي طلعت فيها ار بي سيز انتكلوهيمولايت. بعد شويتين تيجي الكناس بتاع الرئه يكنس. ايه الكناس؟ الضسل. اما الضسل تاكل الهيموسيدرين يتحول اسمها ويسموها هار فيلير سيلز. اللي سموها كده لان زمان كانوا بيفكروا ان هي ما بتبقاش موجوده الا في حالات الليفت فينتريكولار فيلير. ولكن هذه المعلومه صحيحه؟ ما لو عنده مدرسه بس اللي عنده هارت فيلير سيلز. ليتر اون بتبدا هذه الماكروفيج تفرع فالهيموسيدرين يموت بعض خلايا الرئه فتيل بار فساعتها الرئه يبقى ناشفه ولونها بني. المشكله يعني ما واحد يبقى عنده سي بي سي لانج ده حتى حلوه يعني رئته مليانه دم وبقى حلقه ده مش حلو. اول حاجه ديزني ضربه ديزني عنده صعوبه في التنفس. ليه؟ رجاله بيغرق في السكريشن في ميه. فاهمين اللي انا بقوله؟ نمبر 2 العيانين دول مش البلمونر الكامل اللي كونجستد دب تروح مفرقعه فالعيان يحصل له ايه؟ دي موكسس. موكس ولا هيماتمس؟ يعني ايه موكس؟ روح كحف العيان ده. في بقى حاجه مهمه قوي كده بقى الوقت لو عيان عنده كرونيك لوكال فينس كونجيشن في الرئه مش في اخر مرحله بتصير باي فايبروزس هيحصل ايه على البلمونري ارتريز اللي داخله للرئه؟ فعص. فالبريشر جوه البلمونري ارتريز دي كان ايه؟ فالبلمونري هايبرتنشن.
فالرايت فينتريكل يحاول ان هو يعوض يعني بعد كده هيتعب فيخش العيان رايت سايد هارت فيل. والرايت سايد هو اللي بياخد الدم من كل الجسم. فالموضوع بدا كرونيك لوكال وقلب كرونيك جنرال فينس كونديشن. وعشان كده احنا اخترنا الكونديشن اوف لانج، لان الكرونيك لوكال فينس كونديشن في اللانج ممكن يبدا لوكال لكن بعد كده يقلب كرونيك جنرال. فاكر حاجه دم من النجوم؟ انا ماشي بالراحه على فكره. الكرونيك جنرال فينس كونديشن كلمه كرونيك في حجم الانفلاميشن تساوي جرادوال انكمبليت. هو جرادوال انكمبليت اوكلوجن لمين بقى؟ مين الفين اللي بياخد كل الدم اللي غير مؤثر من الجسم؟ قلبنا كيف؟ سواء سوبيرا او امبيرا الاثنين بيخشوا فين؟ رايت اتريوم. هو جرادوال انكمبليت اوكلوجن اوف الانفير من الكيفا الاستريبيوتري. عشان اعمل احتقان في كل الجسم يبقى لازم العيان عنده ليفت ولا رايت سايد اوف فيلير؟ رايت، لان هو بيرجع للرايت. مفهوم؟ لان اللي يعمل لي كرونيك جنرال فينس كونجيشن اربع اسباب، يعني يعمل لي رايت سايد هارت فيلير اربع مجموعات من الاسباب. ايه المجموعات دي؟ ركزوا عشان دي مهمه. اول مجموعه بيسموها كوزس ان دي ليفت سايد اوف ذا هارت. كوز ايه؟ لو واحد عنده ميتري ستينوز او ليفت فينتريكولار فيلير ساعتها الدم اللي جاي من الرئه هيعرف يرجع؟ فالعيان هيجيله كرونيك لوكال فينس كونجيشن في الرئه. اللي بعد شويه هيعمل بلمونري هايبرتنشن. اللي هيروح عامل لنا رايت سايد هارت فيلير. اللي هيعمل كرونيك جنرال. عشان كده لازم اشرحها بديدي على طول. حضرتك العيان ده هيبقى عنده ولا ما عندوش لانج كونجيشن؟ عنده، لان الكرونيك جنرال فينس كونجيشن في بعض الحالات فيها لانج كونجيشن وفي بعض الحالات ما فيهاش. كوزس ان ذا ليفت سايد بيبقى معاها ولا ما عادش لانج كونجيشن؟ ما هو لازم، عشان الاول لازم اللانج يحصل لها كونجيشن. النوع الثاني كوزس ان ذا رايت سايد. يعني ايه رايت سايد؟ لو واحد عنده بالمونري ستينوز، عنده يعني كونجنيتال بالمونر ستينوس فور اكزامبل، ساعتها العيان ده هيعرف يضخ دم لللنج؟ لا، ولكن مش بيتعب من كتر انكريس البريشر فيخش في رايت سايد هارت فيلير فيقلب كرونيك جنرال فينس كونجيشن. ساعتها العيان بيبقى عنده ولا ما عندوش لانج كونجيشن؟ ما عندوش، لا ده مفيش دم عشان واصل للرئه. فاهمين؟ هو مفيش دم خالص، شويه بس قليلين يعني. طيب المجموعة الثالثة، لو عيان عنده congenital heart disease، عنده ايه؟ اصلا congenital heart disease من اسمه واحد عنده for example BSD، تعرفوا BSD؟ ventricular septal defect. هو الضغط في مين اعلى؟ في الرايت ولا في الليفت؟ الليفت طبعا. يبقى ساعتها لو عنده خرم ما بين الفنتر يبقى الدم هيمشي منين؟ طبعا يبقى الليفت فنتركل هيزحلق الدم مع الرايت اكتر من قدرته ان هو يتحملها، ولكن الرايت يضخ الدم مين؟ لللنج. فبالتالي بعد فتره هيتعب. والعيان ده يبقى عنده ولا ما عندوش لانج كونديشن؟ عنده. ليه عنده؟ لان ده هيزود وهيعمل احتقان في البلمونري كابيلاري. لان تعريف الكونديشن من الاول كان ايه؟ هو passive dilatation of venule، لا اما بسبب واحد passive obstruction لا اما بينكريس فلو. فاهمين؟ اول مجموعه من اسباب الكرونيك جنرال فينس كونديشن يعني رايت سايد هارت فيلير كوز ان ليفت. ودي معاها ولا معاهاش لانج كونديشن؟ معاها ولا معاهاش؟ معاها. طيب كوز ان ذا رايت ما معاهاش. طب كونجنتال هارت ديزيز معاها. اخر مجموعه كوزز كونجيشن في دم هيجي من الليفت للرايت، فالدم اللي في الرايت بقى كتير هيضخ دم كتير للرئه فاللانج الوقت الرئه هيكونجيستد وبعدين الرايت سايد هيفشل فمش هيعرف يسحب الدم بقيه الجسم. في حاجه اسمها كوز ان ذا لانج.
لو عيان عنده انفيزيما بعرفش الانفيزيما، الانفيزيما هي انتفاخ الهواء للرئه، ساعتها الالبولاي هتنفخ قوي فبالتالي هتضغط على البلمونري كابيلاري. او لو عيان عنده اي مرض في الرئه بيهيل له فايبروزس زي التي بي زي بلارزيس برضه ده هيضغط على البلمونري كابيلاري فبالتالي هيعمل بلمونري هايبرتنشن فبالتالي الرايت سايد هيتعب فبالتالي يحصل كرونيك جنرال فينس كونجيشن. حضرتك بيبقى معاه ولا معاهوش لانج كونجيشن كوز ان ذا لانج معاها ولا معاهاش؟ ما معاهاش طبعا. ليه ما معاهاش؟ ليه ما معاهاش؟ ما فيش دم كتير بيخش الرئه لان البلمونري كابيلاري يا اما مفحوصه بالهواء ديستندد الفيلاي يا اما بالفايبروزس. نستخلص من ذلك ان اسباب الرايت سايد هارت فيلير هي اللي بتعمل كرونيك جنرال فينس كونجيشن ودي اربع مجموعات يا اما كوزس ان ليفت سايد معاها ولا معاهاش لانج كونجيشن؟ معاها. كوز ان ذا رايت ما معاهاش. كوز كونجيتال هارت ديزيز معاها. كوز ان ذا لانج ما معاهاش. فهمت اللي انا قلته؟ مفهوم؟ يعني دي موضوع سيركليشن مش اكتر من كده. باثولوجي حاضر حاضر على حته عارف اكمل منها. طيب بس اللي هيجي يتلجلج في اللي انا بقوله هيبقى اخر بيت.